بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كلمة يتقون إذا أطلقت إطلاقا عاما تبقى ما معنى التقوى؟ التقوى في الأصل امتثال أمر الله، إن كان فعلا نفعله وإن كان نهيا نتركه، ولكنها غلبت دائما في اتقاء الموبقات. ولذلك قال اتقوا النار، يعني اجعلوا بينكم وبين مين؟ وبين النار. فمعنى يتقون أن يجعلون بينهم وبين مهلكاتهم، وإيه تبقى دي جاءت بعنصر الترك في الإيه؟ في التكليف. بقي عنصر الفعل، يبقى في عنصر ترك يعني لا تفعل كذا، وعنصر فعل يعني افعل كذا. فقول الحق سبحانه وتعالى: فسأكتبها للذين يتقون، أي الإيه؟ المنكرات. وبعدين ويؤتون الزكاة، دي أمر فعل ولا لا؟ ده ترك وده إيه؟ وده فعل. ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. طب إيش معنى جاب الحكاية دي بالنسبة لليهود؟ قال لك لأن اليهود أوردوا نفوسهم موارد الهلكة في أشياء كثيرة، فبيقول لهم تنبهم واتقوا هذه المنكرات التي إيه؟ ترضيكم. وبعد ذلك جاء لهم بأمر يفعلونه وهو يؤتون الزكاة، ودي مسألة كانت شقة على اليهود قوي. إيتاء الزكاة عملية إيه؟ شقة، لدرجة أنهم لما قال من لما ربنا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يقولوا إيه؟ إن الله فقير ونحن إيه؟ أغنياء. فإذا يؤتون الزكاة دي عملية صعبة عندهم، يبقى يتقون أذي الترك عملية صعبة لأنهم أوردوا أنفسهم موارد الهلكة. وبعد ذلك في مسألة الفعل أصعب عليهم حاجة إيه؟ الزكاة، لأنه يقول لك إن كانت الصلاة أديني بقى فصلي شوية، إنما ما طلبتش حاجة من إيه؟ مني. لكن الزكاة هتعمل إيه؟ هتاخد حاجة من إيه؟ مني، وهتاخد حاجة من إيه؟ من مجهودي. وهم انتوا عارفين انهم ماديين، فتبقى عملية صعبة بالنسبة لإيه؟ طب بقى يقول يتقون، كان يقول يصلون لأن الصلاة هي عماد الدين، أما قال لك لكن في مظهريتها أنها لا تتطلب منك شيئا يعود على الغير من مالك. ويؤتون الزكاة دي عملية اجتماعية واسعة. ليه؟ لأن معنى يؤتون الزكاة أن يكون عندهم فائض يزكون عنه، ولا يكون عندهم فائض إلا إذا كانت حركتهم في الحياة أكثر من حاجتهم، فأخذوا حاجتهم وبعدين فضل عندهم إيه؟ وما دام في حركة في الحياة، وإن لم تقصد نفع المجتمع فسينتفع المجتمع قهرا عنك. يبقى عملية الزكاة دولاب الإيه؟ دولاب المجتمع كله. ليه؟ لأنه يقول لك مثلا الإنسان اللي عنده فلوس مثلا جاية منين الفلوس؟ لما نتكلم عليها مشروعية، قال لك جاء المال له وبقى عنده عشان يأدي عنه الزكاة، يبقى عنده مال فائض. طب ومدام عنده مال فائض يفيض ازاي؟ قال لك لأن حركته فوق حاجته، لأن لو حركته على قد حاجته يبقى ما عندوش حاجة، يبقى معناه يؤتي الزكاة يبقى عنده فائض، ومدام عنده فائض يبقى عنده حركة أكتر من مين؟ من حاجته. وما دام عنده حركه اكتر من حاجته يبقى المنتفع المجتمع ينتفع بها، وان لم ايه؟ وان لم يقصد. ازاي؟ احنا كنا ضربنا مثل زمان اللي عنده فلوس وبعدين يقول انا اريد ان ابني عماره، في باله ايه؟ ايه الشيء اللي في باله؟ انا هبني عماره 10 ادوار وكل دور فيه 4 شقق، يبقى عندي 40 شقه، وهاجر الشقه ب 100 جنيه. قعد يحسبها بهذا الشكل، نقول له احسبها كما تحب وابن العمارة بس،
فسينتفع المجتمع وإن لم يكن المجتمع في بالك. ليه؟ أم قالك لأن اللي حفر الأرض هياخد ولا لا، واللي ضرب الطوب ياخد ولا لا، واللي بنى ياخد ولا لا، واللي غفق ياخد ولا لا، واللي ضرب بويا ياخد ولا لا، واللي عمل الصحي ياخد ولا لا، واللي عمل الكهرباء ياخد، حتى اللي عمل الديكور. يبقى دي كلها راحت لمين؟ للمجتمع. يبقى إذن حركته عملية الزكاة عملية اجتماعية، اجتماعية هي عصب الاقتصاد في الأرض. وإن لم يقصد صاحب الحركة أن ينفع الناس فسينتفعون بها إيه؟ قهرا عنه ويؤتون الزكاة. والذين هم بآياتنا يؤمنون، برضو نغزل اليهود. ليه بآياتنا؟ احنا قلنا أن الآيات تطلق ويراد بها ثلاثة أشياء: الآيات الكونية التي تلفت الإنسان إلى جلال الصانع، الكون اللي المهندس هندسة بديعة بأرضه وسمائه وشمسه وقمره ونجومه وهوائه وأمطاره وإخراج الأرض، كل دي فيها آيات ولا مش آيات؟ هم بيغفلوا عندي ولا ما يغفلوش؟ بيغفلوا عندي. أو أن المراد بالآيات المعجزات التي يجيء بها مين؟ الرسل. برضه هم إيه الحتة دي؟ أما الآيات تجي لهم الآيات متكررة، مع ذلك برضه إيه ما يؤمنوش. أو أن المراد بالآيات المنهج كآيات القرآن، كمثلا الإصحاحات اللي في التوراة مثلا، الأسفار اللي في الإنجيل مثلا، نقول هم غافلين عن إيه؟ أنا. يبقى الآيات في عمومها مغفول عنها من مين؟ من اليهود. وبعد ذلك دخل عليهم في المقصد الأساسي من عرض هذا القصص كله. ايه المقصد الاساسي؟ ان يؤمنوا بذلك الرسول الجديد. قال ان كنتم عايزين الرحمة انا ساكتبها لمين؟ للذين يتقون، والذين يؤتون ايه؟ الزكاة، والذين هم بآياتنا ايه؟ يؤمنون. وبعدين قال ايه بقى؟ الذين يتبعون الرسول النبي الامي. يبقى قالت الى مين؟ إلى أن يصدقوا برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. الذين يتبعون الرسول، احنا قلنا الرسول والنبي في حاجتين اتنين، رسول ونبي. قلنا الرسول هو المرسول من الله، سواء كان رسولا بمعنى الاصطلاحي أو نبي، يقول اتنين ايه؟ رسول. ولذلك وما أرسلنا من رسول ولا نبي. يبقى النبي مرسول ولا مش مرسول؟ يبقى النبي مرسول أيضا، ولكن فيه فارق، أن الرسول جاء بمنهج وبكتاب، والنبي جاء أسوة سلوك. أسوة إيه؟ أسوة سلوك. الرسول فيه رسول وإيه؟ ونبي. أو النبي هو الذي أوحي إلى بشرع خصوصي يعمل به ولم يؤمر بتبليغه، يبقى منزلة إيه؟ منزلة زايدة. أنت رسول، هذا منهج تفعله وتبلغه ليفعله الناس، ودي لك خصوصي. فيبقى الرسول جمع بين إيه؟ الرسالة والإيه؟ والنبوة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. شوفوا الأم دي القرآن اتك عليها في مواضع إيه؟ كثيرة جدا. إيه معنى الأمي؟ أمي، أم قال لك دي نسبة، والنسبة إلى أمي. طيب إيه يعني أمي؟ يعني منسوب إلى الأم. أم قال لك خدها من الآية في قوله سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فلما يقال هذا أمي يعني زي ما خرج من مين؟ من بطنه. احنا بنعرفها على انه لا يقرأ ولا ايه؟ ولا يكتب. خلاص كده؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. وبعدين وجعل لكم السمع والابصار. السمع عشان تسمعوا من غيركم معلوماته، يعلمها لكم فتسمعونها بايه؟ باذن. وبعدين أعلمكم الأبصار اللي تروا أنتم بنفسكم. وبعدين اداكم الأفئدة عشان تستنبطوا مما سمعتم ومما رأيتم شيئا إيه؟ شيئا جديدا، معلومات عقلية. يبقى كم وسيلة للعلم؟ والله أخرجكم إيه؟ من بطون أمهاتكم إيه؟
لا تعلمون ايه. وبعدين جعل لكم وسائل العلم. ايه هي وسائل العلم؟ السمع والابصار والافئده. السمع عشان تسمع علم غيرك يقولوا لك، والبصر عشان تشوف انت بنفسك، والافئده قال لك اللي انت سمعته واللي انت ابصرته خلهم يعملوا مع بعض تفاعل في نفسك يكون عندك معلومات ايه؟ عقليه كتير. ليه؟ ام قال لك لان الانسان مثلا الاول الانسان الذي طرأ عليه اخذ ما اخذه الاول من ماده الكون اللي شافها واللي هو سمعه وضم اليها ايه؟ فعله هو. يقوم اللي يجي بعد كده الثالث ياخد من مين؟ ياخد من الاصل الذاتي ومن الايه الثاني وهو يزود، والرابع الله. ولذلك العالم كله يستفيد، يقف عندما انتهى اليه سابقه وبعدين يعمل حاجه ايه جديده، يقوم اللي يجي بعده ينتفع بما انتفعت به انا وبما زدته انا. يبقى كل يوم يزيد المعلومات ولا ما تزيدش؟ كل يوم تزيد الايه المعلومات. اياك ان تظن ان حد بيجيب حاجه جديده ابدا. ليه؟ لان انت بتاخد من الكون، وبعدين اللي خدته من الكون اضفت اليه من ايه؟ زي ما نقول من انشاءاتك انت بقى، من توليداتك، واللي جه بعدك اضاف ثالث. يبقى الطموحات الكونية نشأة من ايه؟ نشأة من تتابع القوم الذين يعطون الانسانية او المجتمع شيء جديد فوق ما ايه؟ فوق ما اخذوه منه. ولذلك احنا بنقول فلان مثلا عبقري، فلان مصلح، يعني ايه؟ يعني خد من اللي قبله وزود حاجة. لما زود حاجة جديدة هي تفاعلها جاي من ايه؟ طب ما هو من الأولانية، من الايه؟ من القديم. لكن هو زود ولا لا؟ ولذلك لما سألوا ابن المقفع قالوا له انت تعلمت الادب الجميل ده منين والاسلوب الراقي ده ازاي ومش عارف ايه جبت ده ازاي؟ قال ابدا، شربت الخطبرية، الخطب اللي ايه اللي قبلي، فلم اضبط لها روية، يعني عرفت من اللي قبل كتير وحفظت كتير، فغاضت ثم فاضت. فلا هي هي ولا هي غيرها، فلا هي هي ولا هي ايه غيرها. طيب الام بقى خد من الايه؟ بالسمع وبعدين بالابصار وبعدين كون من الايه؟ من الافئده. يبقى اول شيء يستفيد الانسان، ما هو قوله لا تعلمون شيئا، يبقى دليل على ان السمع والبصر والفؤاد هيدوني ايه؟ هيدوني علم. يوم يقول اول حاجه بتستفيد منها السمع، وبعدين بقى لما تشوف تبتدي ايه تستنبط انت، ولما تضم السمع ده على ما استنبطته انت تطلع حاجه ايه؟ تطلع حاجه ايه جديده. فقول الله الذين يتبعون الرسول النبي الامي يريد ان يصل رسوله صلى الله عليه وسلم بالسماء مباشره، فلم يستفد من مخلوق شيئا، لا سمعا ولا كل اللي عنده من مين؟ لكن اللي مش امي خد من معلومات ده ومعلومات ده ومعلومات ده ومعلومات ده، وهي معلومات بشريه. فحين يقول الله عن رسوله أنه أمي يبقى شرف له ولا لا؟ لأنه يريد أن يسمو بمصدر علمه، يسمو بمصدر علمه أنه هو مصدر مين؟ مصدر الله. ليه؟ أم قال لك لأنه لما حيسمع سيسمع حقا وباطلا، مش كده ولا لا؟ فلما يسمع حق وباطل نقول اللي يتغلب بقى عايز ترجيح وعايز عملية، نقول له لا، هو ما خدش من حد حاجة، بل هو كما ولدته ايه؟ اما المنهج اللي جه ده ايه؟ اللي جه بقى ده من المصدر الايه العالي. طب فكيف تفضل من مصدره البشر سماعا ورؤيا على من مصدره الله خلقا وإذاعا؟ ما يبقاش ابدا، يبقى هو ده اللي كده. يبقى اذا الامية شرف له ولا لا؟
ولذلك برضو والذي بعث في الأم وأمته اللي جه فيها رسول برضو أمة أمية، والذي بعث في الأميين ليه؟ عشان الأمة الأمية دي اللي كانت بترعى الشاة وكانت بتتبع مواطن الكلى واللي كانت بيوتها كلها على ظهر مطاياها خيمة وينصبها في أي حتة، ما فيش له لا دولة ولا نظام ولا قانون ولا ما فيش حاجة من دي قبل. وبعد ذلك يسيحون في الدنيا فينقضون نظم الحضارات في الدنيا ويعملوا بقى. أقول لك قال لك لو كانش دول أمة أمية كانوا الناس يقولوا ده قفزة حضارية. قفزة إيه؟ لا يا أخويا مش حضارية ولا حاجة، ده أمة إيه؟ أمة بدو، أمة شاة، أمة رحلة ما عندهاش. فإذا جاءوا بنظام يغلب حضارة المشرق في فارس وحضارة المغرب في روما يبقى ده دليل على أن إنهم جايبين منين بقى؟ جايبين من الحق. إذن فالأمية في أمته، والأمية فيه إيه؟ شرف وتسامي بمصدر علمه، تسامي بمصدر إيه؟ بمصدر علمه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ولذلك الواحد يتعجب كما قلنا سابقا في أن الرسول ينزل عليه النجم من القرآن. نجم يعني حصة نزلت على الوحي، قالوا كده ونزل ربع سورة أو النجم، فحين يسرى عن رسول الله يقولها لقومه فيكتبونها ويحفظونها، وبعد ذلك يتلوها هو في الصلاة، فيتلوها كما ايه؟ كما كتبوها. هاتي اي عظيم او اي خطيب وقول له اخطب كده خطبة، وقف اخطب، وبعد ذلك يبقى اقول له عدها تامش، لازم يزود ينقص يقمش عنه. لكن ده يجي في الصلاة ويقول حطوا الآية دي في الحتة الفلانية والآية دي في الحتة الفلانية والآية دي في الحتة الفلانية، وبعدين يقرأ الآيات بالتعديلات التي وردت، يبقى ده دليل على إيه؟ سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى. يبقى العملية ما حدش يقول فيها أبدا إيه. وإحنا قلنا إنك أنت تيجي في الآيات المتشابهة، الآيات المتشابهة وبعد ذلك يفصلها من بعضها كده، يجيب دي هنا ودي يبدي بلام وده من غير لام والمعنى واحد ودي اول ودي اخر، تبقى تيجي ازاي دي؟ تبقى تيجي ازاي؟ لازم سنقرئك فلا ايه؟ فلا تنسى. وبعد ذلك الأمية مشهود له بها حتى من خصومه، لانهم شايفين. ولذلك الرسول من انفسكم، ما جبتلكوش واحد غريب عنكم تقولوا ده جاي متعلم بقى وجاي، لا هو كان في وسطكم وعارفين كل حركة فيه، لا جلس إلى معلم ولا قرأ كتابه، وما كنت تتلو من قبله إيه؟ من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وأيضا ما جلستش إلى معلم، يبقى لا قرأت ولا جلست لمين؟ لمعلم. ولا غبت غيبة نقول ده راح في رحلة وطلب العلم وجيه ومش عارف إيه، لا أبدا، حاجاته محصورة ومعروفة ولا لا، يبقى بده يحرس الإيه؟ الأمية عشان يثبت أن ما جاء به جاء به من عند مين؟ من عند ربه. الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم. بقى بالله ما كانش القرآن الذين يجدون نعته في كتبهم، لا قال لك يجدونه، أكنه يجدوه نفسه يجدون. ليه؟ لأنه مكتوب بأوصافه كأنها صورة قلمية، صورة قلمية تخليك تتخيله كده وتعرفه من هذا. الذين يجدونه إيه؟ أما قالش الذين يجدون نعته، الذين يجدون صفاته، إنما قال إيه؟ يجدونه. وبعدين واحد يقول يجدونه هو حيبقى في الكتاب، قال لك لا يجدونه بس مكتوب، أكنها صورة إيه؟ صورة معبرة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. الله، طب معرفة أبنائهم معروف إن ده ابنه بصورته بشكله مش عارف إيه، كأنه هو موصوف بصفة بصورة إيه؟ بصورة قلمية تدي تا إيه؟ تدي شخصه بحيث لا إيه؟ ولذلك ابن سلام يقول والله لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني
ومعرفتي لمحمد أشد. يبقى يجدونه لها تعبير ولا لا؟ يجدونه. ولذلك هناك في السفر مثلا الايه السفر الخامس، شوف مثلا في التوراة لما الحق سبحانه وتعالى يقول لهم في سفر التوراة سأقيم لهم نبيا من اخوتهم مثلك، يعني مثل مين؟ مثل مين؟ موسى. اجعل كلامي في فيه فيقول لهم كل ما اوصيته به. مش كلمة اجعل كلامه في ايه؟ في فيه، يعني كأنه لما ينزل ربنا اللي بي ايه ربنا بذلك كله قال الله قال الله. طب الرسل الاخر، الرسل الاخر كان بيدي لهم المعنى وهم يصغوه من ايه؟ من عندهم. هذا ما قيل في التوراة. طب اللي قيل مثلا في الايه في الانجيل، حينما يتكلم السيد المسيح صلى عليه سلام الله وعلى رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ واعطيكم فارقليط، يعني مبلغ عنه اخر يكون معكم الى اخر الدهر كله. يكون معكم الى اخر الدهر كله، يعني ما فيش رسول هيجي ايه؟ ما فيش رسول هيجي ايه؟ ما فيش رسول هيجي بعد. ولذلك يقول ايضا في سفر اخر انا ساذهب وسيرسل اليكم فارقليط، يعني مبلغ عن الله اخر لا يتكلم من قبل نفسه. لا يتكلم من قبل، يعني ما ويزيدكم بمنهج الحق ويخبركم بما يكون الى ان تقوم الساعه ويحمدني ويشهد لي. كل دي يبقى يجدونه مكتوبا عندهم. نيجي نقول له ده امر منطقي ليه؟ قال لك لان النبي عليه الصلاه والسلام حينما يعرض في المدينه على اهل الكتاب انه جاي رسول وايته كذا ومعجزاته كذا، يبقى يريد ان يثبت لهم انه صادق ولا انه غير كده؟ يبقى صادق بالله. ويعلم ان في القوم في المدينه اهل كتاب، ومعنى اهل كتاب يعني قارين التوراه وقارين الايه؟ العهد القديم والايه؟ والجديد. ايقول لهم في الكتب عندكم نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مش عندهم؟ يقولوا الله، طب ما احنا عندنا الكتب ما فيهاش نعت ولا حاجه. يبقى ده الكلام ده ايه؟ ينفرهم ولا يجعلهم يؤمنون به؟ يبقى اذا ما دام يقول لهم يجدونه مكتوبا عندهم يبقى لازم تكون الحقيقه دي ايه؟ موجوده، والا كانت تبقى دي اول طعن فيه ويخلوهم يكذبوه. يقول يا اخويا بيقول يجدونه مكتوبا عندهم، طب ما احنا عندنا التوراه والانجيل ما فيش فيها مثلا حاجه عندي، يقوموا يصدقوه ولا ما يصدقوش؟ لكن لما يجدوها عندهم زي هو ما قال، يعرفوا ان الذي اخبره بانها موجوده يبقى صادق ولا مش صادق؟ يبقى صادق، بدليل ان قوما منهم ايه؟ اسلموا. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. شوف عبارة القرآن. طب الخطاب هنا لليهود وسيجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، ده كلام صح. طب وفي الإنجيل؟ ده ما كانش لسه جه الإنجيل، ده هو بيكلم الجماعة دي، ما كانش ايه جه الايه الانجيل. ام قال لك هو سيجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، تكلم عن القوم المعاصرين قبل نزول الانجيل، وشمل ايضا الذين يتعرضون له بعد نزول الانجيل، ويبقى اخبر بما يكون في المستقبل ولا لا؟ ويبقى اخبر بما يكون في المستقبل. يأمرهم بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف هو الذي الطباع ما تنكروش، الطباع السليمة ما تنكروش. وينهاهم عن المنكر، يعني الطباع السليمة تعتبروا أن هذا إيه؟ منكر. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كل طيب يحله لهم وكل خبيث يحرمه، مثلا الدم ولحم الخنزير والميتة، كل دي
يحرمه وبعدين يحل لهم الطيبات. يجي الجماعة اللي قال لك ايه السائبة والمش عارف والحاجات دي كلها اللي بيحرموها، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ويجي لكم انتوا كنتوا بتحرموا اشياء على ايه، على واشياء حرمها الله عليكم مع انها كانت ايه، كانت طيبة، ولكن الله حرمها عليكم لانكم اعتديتم، فلما اعتديتم واخذتم ما لم يحله الله حرم الله عليكم ما احله لغيركم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ايه شحوما. يبقى النبي جاي يعمل ايه؟ ينسخ كل الحاجات دي كلها، وكل طيب يحله وكل حرام ايه يحرمه، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم. الإسر ورد في القرآن في ثلاث مواضع. الموضع الأول في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين إيه. وهذه الآية برضو يعمل عنهم إيه الإصر بتاعهم. يبقى ما هو الإصر؟ الشيء الشاق، الشيء الشاق على الإيه، على المكلف. الرسول جه عشان إيه؟ يحمل هذه الإيه المش. قال لك طيب وإيه المشقات اللي كانت عند اليهود؟ أم قال لك اليهود التوبة عندهم كانت مشروعيتها أن يقتل التائب نفسه، وأن النجاسة إذا أصابت شيئا منه لا تطهر إلا بقرض. إن وقعت نجاسة على التوب نقول له اقطع الحتة اللي فيها الإيه. بالله دي مشقة ولا مش مشقة؟ مشقة. طيب القتل لما يكون خطأ ولا خطأ ما فيش فيه دية، قصاص. الله ما تتحركش لرزقك في هذا اليوم، يوم السبت مثلا ما تعملش فيه اي حاجه، تبقى دي مشقات ولا مش مشقات؟ فجاء الرسول ليحمل عنكم هذه الايه، هذه الايه المشقات، ويضع عنهم اسرهم. والاسر برضو الايه، التكاليف الايه الشقه. قلنا ان الاسر التكاليف الايه الشقه. ويضع عنهم تزروا رسول والأغلال التي كانت عليهم. الله، أغلال. ما هو الغل؟ الغل هو الحديدة تأخذ اليد إلى العنق هكذا، لما تأخذ اليد إلى العنق تبقى تشل حركته ولا لا؟ تبقى تشل حركته، وما دام تشل حركته يبقى يقل إيه، يقل إنتاج. يبقى مسألة يوم السبت دي كان بيمنع منهم الإنتاج ولا لا؟ يبقى عقوبة لهم ولا لا؟ عقوبة لهم. والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به أي بالرسول اللي فيه هذه أوصافه اللي هو إيه، كم وصفه؟ الرسول، النبي، الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في إيه، في التوراة والإيه والإنجيل، يأمرهم بالإيه، بالمعروف، وينهاهم عن الايه، ويعمل ايه كمان، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. فالذين امنوا به وعزروه، العزر هو المنح، منعوه من خصومه فلا يناله بايه، بسوء. والمنع من الخصوم قصارى ما فيه أن يدفع عنه الشيء الضار، لكن ما فيش يجيب له النافع. أم قال إيه؟ وينصروه. يبقى عزروه إيه؟ ونصروه. يبقى عزروه دفعوا عنه الشيء الإيه؟ الضار. ونصروه جابوا له الشيء الإيه؟ جابوا له الشيء الإيه؟ النافع. واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إحنا قلنا النور هو في الأصل ما به ترى الأشياء، ونحن نعرفه في المحسات. إذا انطفأ النور ما بنشوفش. ليه؟ لأن علشان تشوف أي مرئي من المرائي يبقى لازم ينتقل شعاع منه إلى عينك،
كان زمان قبل ما يجوا العرب والمسلمين يعتقدون أن الرؤية انتقال من أشعة العين إلى المرئي، يعني الشعاع يطلع منين؟ من العين إلى. جه ابن الهيثم رضي الله عنه قال لا، هذا خطأ، لو أن الشعاع يخرج من العين إلى المرئي كان المرئي إذا كان في ظلمة وأنت في نور كنت تشوفه، لكن ده إذا كان المرء في نور وانت في ظلمة تقوم تشوف المرء، يبقى دليل على أن الشعاع جاي من إيه؟ الشعاع جاي من المرء إلى مين؟ إلى. طب الشعاع مدام جاي تعرف الشعاع اللي إذا كان في نور ولا مش في نور؟ لازم يبقى في إيه؟ يبقى النور ده أمر حسي كما قلنا سابقا ينجيني من المعاطب. المعاطب يعني الأشياء اللي إيه؟ اللي تنلني بالعطب. قال لك تنلني بالعطب بانها تضرني او انا ضرها. ام قال لك ما انت اذا ضرتها هتبقى انت انضريت. افرض انك انت ماشي بالليل في الظلام في الشقه وبعد ذلك وقعت الترابيزه على المش عارف ايه، تبقى اتكسرت ولا ما اتكسرتش؟ تبقى العطب راح لمين؟ وبرضه ليك انت. ولذلك احنا قلنا النور بنعمله علشان ما اصطدمش بالاشياء، فان كنت قويا عنها حطمتها وان كانت اقوى مني حطمتني، ولكن ضررها في كل شيء عائد الى من؟ عائد على ايه؟ علي. يبقى مدام هذا هو النور الحسي، ومدام ده نور حسي شبه الحق سبحانه وتعالى المنهج السماوي بالنور الحسي، زي ما في الحسيات بتشوف النور فيمنعكم من أن تكسروا الأشياء أو تكسركم الأشياء، كذلك في المعنويات ينزل المنهج من الإيه؟ السماء، يقول لك ده إيه؟ اوعى يحصل منك ضرر للغير أو يحصل من الغير ضرر ضرر لك، يبقى سماء. ولذلك يخرجهم من الظلمات إلى الإيه؟ إلى النور. يبقى النور الحسي أمره معروف، وأمر معروف الكل يشهد به. لا، هل تستوي الظلمات والنور؟ ما تستويش. الظل ولا الحرور؟ يستوي الأحياء ولا الأموات؟ ما يستويش. إذن فالنور في المحسات أمر واضح. وإحنا كنا قلنا زمان يجب علينا أن نعتبر اعتبارا آخر، وهو أننا إذا شملتنا الظلمة كل واحد ينير لذاته ولنفسه على مقدار قوته وطاقته، مش كده؟ واحد يقولنا يدور لمضة نمرة خمسة، واحد ما عندوش لمضة نمرة خمسة كمان يقوم يدور الايه؟ الصاروخ، لمضة بتاعت الفلاحين دي الصاروخ. طب واحد راقي شوية يقوم يجيبها لمضة نمرة عشرة او نمرة خمستاشر، واحد يجيب كلوب، واحد يجيب مثلا النور الكهرباء العادي، واحد يجيب ايه؟ فلوريس، ده اللي بيسموه ايه؟ الله. اذا كل واحد ان شملتنا الظلمة ينير لنفسه على قدر ايه؟ على قدر طاقته. طب بالله انرنا لنفسنا كده وبعد ذلك شفنا القرية، الناس الغلابة ايدين مسرجة، والناس المتوسطين ايدين لمرة نمرة خمسة، وشيخ البلد ايد نمرة نمرة عشرة، والعمدة جايب ايه؟ كلوب، والمأمور مدخل الايه؟ النور. الله 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 الله. والمدير جايب ايه؟ فلوريست ولا نجفه؟ الله. اذا كل واحد منا ينير على ايه؟ على قدر طاقته. طب بالله اذا اشرقت الشمس، ماذا يكون؟ كلنا انطف نورنا. فاذا كان ذلك في النور الحسي فخذوه ايضا في النور المعنوي. ما شاء الله. فالذين آمنوا به وعز الإيمان، بس مش كده، لازم له وظيفة تمنع عنه الضرر وتنصره وتتبع النور الذي أنزل معه. ما هو في واحد يعمل ايه؟ يشوف حد بيعتدي على حد يمنعه من الاعتداء عليه، انما ما يعملوش اثر نفعي، ما يجيبلوش حاجة كده ويدهان. وفي واحد يعمل له دي ويعمل له دي انما ما يسمعش كلامه. يبقى احنا عايزين ايه؟ امنوا به وعزروه، اي منعوا الضرر الواقع من الغير عليه، ونصروه جلبوا له ايه؟
وبعدين انتفعوا هم بالنور الذي انزل ايه؟ انما النور الذي انزل معه. طيب انزل معه يعني معيته للرسول، يبقى لازم الرسول يبقى موجود ويبقى انزل معه. ام قال لك لا، هذا حياته في حياتي. وبعدين الرسول قال لك بقى ايه؟ تركت فيكم. يبقى ده الايه؟ ولذلك جاء في الاثر ان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له اي الايمان اعجب؟ قال قولوا انتم اي الايمان اعجب. قال له ايمان الملائكة. قال الملائكة عند ربهم فلما لا يؤمنون. ده شايفين العظمة وشايفين كل حاجة. قالوا الأنبياء يا رسول الله. قال الأنبياء يوحى إليهم فلما لا يؤمنون. قالوا نحن يا رسول الله، احنا بقى اللي ايه اعجب في الإيمان. قال انا فيكم فكيف لا تؤمنون. يبقى إذن أي الإيمان أعجب؟ ما جاتش لا في الملائكة ولا في الأنبياء ولا في صحابة رسول الله. خلاص. قال إنهم قوم يكونون بعدي يجدون كتابا في ورق فيؤمنون به. كتاب في ورق كده، ولا شفنا النبي ولا عم أبدا. أي حاجة. قال لك هم دول الإيمان هم عجيب. ليه؟ أم قال لك لأنه هو جاب لكل حاجة حجة تمنعها. الملائكة عند ربهم، ليه ما يؤمنوش؟ هم عند ربنا، والأنبياء بيوحى إليهم، وأنا فيكم. طب ما أنا فيكم دي بالله ما بنشوفش واحد في ناس ولا ادعى نبوة ولا حاجة، إنما يبقى محترم ومرعي الجانب ومسموع الكلمة. ما يمكن خلقه، يمكن سمته، يمكن أدبه في التناول، إنما دي مش موجود عندنا دلوقتي إلا كتابه. يبقى لما نؤمن يبقى أنا العجيب ولا لا؟ هذا أعجب الإيه؟ إنهم قوم يكونون بعدي يجدون كتابا في ورق فيؤمنون به. أولئك هم المفلحون. مفلحون الفائزون، الظافرون بالمراد، الممنوعون من العذاب، المحظوظون بالثواب. هم دول الايه؟ المفلح. تجد ان عبارة المفلح والفلاح دي كلها مأخوذة من امر حسي لتقرب لنا الامر المعنوي. قد افلح المؤمنون، مش كده قال؟ افلح. طب مش معنى جاب المادة دي فلحة؟ ام قال لك لان العملية دي كل واحد بيشوفها في مقومات حياته. يجي يفلح الارض ويشقها ويحط شوية ايه؟ مش حط شويه بذر وبعدين يلتفت يلاقي ايه؟ الله. اذا هذه عمليه الفلاحه قدامكم، اهي قدامكم. فاذا كانت الارض تعطي الذي يعمل فيها ثمره اضعاف ما اعطاه من بذره، يبقى الذي خلق الارض يصنع ماذا؟ يبقى لازم ايه؟ ولذلك لما يقول لك ايه مثلا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل ايه؟ حبة أنبتت سبعة في كل سنبلة. أبقى والله يضاعفه. بقى إذا كانت الأرض بتدي لها حبة بتديك سبع سنابل وكل سنبلة فيها إيه؟ إذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطي هذا العطاء، فإذا أعطاك الله على الحسنة بسبعمية، يبقى أمر مش إيه؟ أمر مش عجيب. يبقى أولئك هم المفلحون، أعطاها في الصورة الحسية التي إيه؟ التي نراها في عملية الايه؟ في عملية الارض. قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. اني رسول الله اليكم ايه؟ جميعا. الرسالة كلمة الناس دي افادت على انه مش جاي، مش ورسولا الى بني اسرائيل، يبقى للناس ايه؟ للناس كافة. وده الواقع في الحياة أثبت لنا ضرورة هذه. ليه؟ قال لك كان زمان العالم وإن تعددت مواطنه وتعددت أجناسه كان في معزل عن بعض، يعني اللي في مكان ما يدرش عن مين. ليه؟ لأن
وسائل الالتقاء مش موجودة. ولذلك كان تبقى في كل بقعة لأنها مش متصلة بالتانية داءات تخصها، دي كيل، دي ميزان، دي قملوط، دي بيعبدوا أصنام، كل جماعة لهم إيه. فكان كل رسول يجيء للبقعة ليحلل إيه، ليحررهم من داء فيهم، لأن الأمم منعزلة ما فيش فيه لقاء. لكن الله علم أن رسوله صلى الله عليه وسلم سيجيء مع ارتقاء العالم على ميعاد، والعالم يصح في بعضه زي ما انتم شايفين. الداء يحصل في أمريكا النهاردة يبقى عندي النهاردة، تبقى داءات العالم بقت واحدة ولا مش واحدة؟ يبقى مدام داءات العالم واحدة يبقى يجي لهم طبيب واحد ولا لا؟ طب الداءات كانت بتختلف، يبقى إذن واقع العالم يدل على أن الداءات في القديم كانت داءات مختلفة باختلاف انعزال الأمم عن بعضها، دي فيها كذا ودي فيها كذا. لكن الحق سبحانه وتعالى لما علم أزلا أن رسوله سيجيء على ميعاد مع ارتقاءات العالم وأن الداءات كلها ستصبح إيه؟ ستصبح واحدة. الإذ لما حصل هناك دي احنا مرعوبين منه هنا ولا مش مرعوبين؟ مرعوبين منه هنا. يبقى يجي الرسول واحد ولا مش واحد؟ يبقى يجي الرسول واحد. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والرسول اللي أرسله ربنا إليكم جميعا لأنه هو له ملك السماء والأرض بتاعته كلها، ملك السماوات والإيه والأرض. الحق سبحانه وتعالى أراد الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يبين لنا المنزلة بتاعت أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. بيقولوا أن موسى عليه السلام قال يا ربي إني لأجد في الألواح، الألواح اللي ربنا إيه أعطاها له، أمة هي خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف فاجعلهم أمتي. قال يا موسى تلك أمة أحمد. ما تطلبهاش دي. قال يا ربي إني لأجد في التوراة أمة هي آخر الأمم خلقا والسابقون إلى الجنة فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. قال يا ربي إني لأجد في التوراة أمة من هم منهم بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة. لأن الهم بالخير ده نقول ده سجل لك وإن لم تصنعه، وإن فعلها كتبت له عشر حسنات، وإن هم بسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، وإن فعلها كتبت عليه سيئة واحدة. اجعلهم أمتي. قال الله تلك أمة أحمد. قال يا ربي إني لأجد في الألواح أمة هم الشافعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي. قال تلك أمة أحمد. إذن أمة أحمد دي جات أخذت ميراث الإيه؟ أخذت ميراث السماء كله. ليه؟ أم قال لك لأن أمر منطقي، لأن العالم سيكون قد بلغ القمة في الحضارة التي تبعد البشر عن منهج السماء. تبقى أمته اللي جم هذه في هذه المسألة يبقى خير الأمم ولا لا مش خير الأمم؟ يبقى خير الأمم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقلنا إن المقدمة التي سبقت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته بتكليف من ربه سبقت بقصة موسى مع قومه، وحينما ذهب للميقات عبدوا العجل، فلما جاء غضبان أسفا أخذ من القوم 70 واتجهوا إلى ربهم ليعلنوا ندمهم وليعلنوا توبتهم. وختم موسى كل ذلك بقوله أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وذلك تخلية عن عقاب السيئات. ثم جاء بالتحلية فقال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. وبعد ذلك أخذ الحق سبحانه وتعالى دخولا على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعل من الأوصاف الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ثم ذكر أوصافه 9 هنا إلى أن انتهى منها. بعد أن ذكر الأوصاف ومهد الأذهان إلى مجيء رسالة سيدنا محمد المانعة الجامعة قال قل يا محمد إني رسول الله إليكم جميعا. وبذلك أثبت الحق أن رسالته صلى الله عليه وسلم رسالة تعم الزمان وتعم المكان. وفي ذلك يقول رسول الله أعطيت 5 لم يعطهن أحد من قبلي، نصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إلى أن قال وبعثت للناس كافة وكان من قبلي إنما يبعثون إلى أقوامهم خاصة. ثم بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يثبت عمومية الرسالة بعمومية تسخير الكون للخلق، فقال قل يا أيها الناس، يبقى شملت الجميع، ما يطلق عليه أناس يبقى الرسول مرسل إليهم، إني رسول الله إليكم جميعا. رسول الله أراد أن يعطينا الحيثيات التي تجعل لله رسولا يبلغ قومه منهج الله في حركة حياتهم، فقال رسول الذي له ملك السماوات والأرض، وما دام هو الذي يملك السماوات والأرض ولم يدعي أحد من خلقه أنه يملكها، والسماوات فيها والسماوات والأرض وما بينهما فيها حياتنا ومقومات وجودنا، فما دامت له سبحانه فهو أولى أن يعبد. لو أن السماء لواحد والأرض لواحد والهوى لواحد وما بينهما لواحد، كم من الممكن ده يبقى إله هنا وده يبقى إله هنا، ولا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. إذا ما دام في الوجود الخارجي السماوات والأرض لله، إذا هو أولى أن يعبد. وما دام أولى أن يعبد، أول شيء في قمة العبادة أن تشهد بأنه لا إله إلا هو. وما دام تشهد بأنه الذي له ملك السماوات والأرض حيثية لألوهيته، وبعد ذلك ما دام إلها فلا بد أن يطاع، ولا يطاع إلا بمنهج، ولا منهج إلا فافعل ولا ولا تفعل. أول المنهج القمة العقدية اللي هي إيه؟ لا إله إلا هو. وما دام لا إله إلا هو جعل لها حيثية من واقع الحياة، فقال يحيي ويميت، وهذا أمر لم يدعه أحد أبدا. ولذلك حياة الإنسان وعمره مش ميكانيكا، مش آلة يقعد 5 سنين وزي ما بيقولوا عمره الافتراضي قد كده، يا يأخذه جنينا ويأخذه طفلا ويأخذه فتى ويأخذه شيخا ويترك من يشاء إلى أن يصير إيه؟ إلى أرذل العمر. إذن المسألة في العمر مش ميكانيكا،
إنما إرادة من الحق. ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا هذه المسألة أعظم بيان، فستر سبب الموت، وستر زمان الموت، وستر مكان الموت، وستر سن الموت، ليشيعه الإنسان في كل زمان وفي كل مكان وبأي سبب. وما دام كده يبقى لو أن هو في إله تاني كان يقول له أنت بدك تموت، لا مش مموته، لا بيموت، وبيموت بلا سبب، وبيموت بسبب، وبعد ذلك يجي نشوف الأسباب، الأمراض اللي بتموت الناس، يبقى المريض يصحى والسليم اللي ما كانش فيه مرض يموت. قال ازاي كيف حال مريضكم؟ فقال سليمنا مات. أنا مش عايز الحكاية كده. وقد ذهب الممتلي صحة وصح السقيم فلم يذهبه. فلا تحسب السقمة كأس الممات، وإن كان سقما شديد الأثر، فرب عليل تراه استفاق ورب سليم تراه احتضر. مسألة يحيي ويميت دي القضية اللي يجب إننا نلتفت بها إلى أن لله ملك السماوات والأرض وأنه لا إله إلا هو. لأن لو كان في إله تاني ويدعي الله اللي احنا بنؤمن به أنه إله ولا شريك له، كان يجي الشريك يقول له لا أنا شريكك، بدليل أنت عايز تحيي ده مش هحييه، وعايز تموت ده مش هموت. ما بتحصلش ولا بتحصل؟ ما بتحصلش. يبقى دي كلها حيثيات. مين حيثيات؟ لأن الله هو الذي يجب أن نؤمن به، وأن نؤمن به إلها واحدا، لأن له ملك السماوات والأرض، ولأنه يحيي وإيه. ولذلك الذي ادعى من البشر، الذي كان الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، عمل سفسطة وقال له وأنا أحيي وأميت. طب ازاي يعني وانا احيي واميت؟ قال انا اقدر امر بده ينشنق وبعدين اقول لهم ما تشنقوش. طب ما هي ما تشنقوش تبقى ما موتوش، تبقى ايه؟ ما موتوش. ثم هل يقال انك امت؟ لا، قتلت. وفرق بين الموت والقتل. ممكن واحد يقتل واحد انما مش ممكن يموته. ليه؟ لانك تميته بدون هدم بنيته بشيء، لا برصاصة ولا بحجر ولا بقنبلة لا خليك قاعد كده ولا انا عايز زي موت ويموت من غير ما تعمل اي حاجة، ادي الموت. انما تقتلوا انقتل يا سيدي زي بعض، تكسر الكباية بحجر اكسرها بحجر، لا ان كنت شاطر اقعد كده وقول يا نور في الكباية اذهب، ادي الشطار. يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله. شوفوا الدقة في الاداء. طب مدام إني رسول الله إليكم جميعا، وحيثيته الذي له ملك السماوات والأرض، وهو لا إله إلا هو، وهو يحيي وإيه، فآمنوا بالله. طب هو بيتكلم عن الله، يبقى لازم يقول آمنوا بالله. إنما ساعة ما يتكلم عن نفسه كان يقول وآمنوا بي، ما قالش وآمنوا بإيه، بي، لأن المسألة مش ذاتية شخصك يا محمد، إنما هي تكريم رسالتك إلى الناس. فالإيمان لا بذاتيتك ولكن بأنك إيه، فجاب الحيثية الأصيلة، ما قالش فآمنوا بالله وبي، لا آمنوا بالله بهذا الوصف رسول الله تآمنوا به، لو كان محمد ولا غير محمد. فآمنوا بالله ورسوله. وبعد ذلك قال النبي الأمي، وشرحنا الإيه الأمية وهي شرف فيه، ويؤمن بالله، يؤمن بالله وكلماته، ما هي الذي يؤمن بالله وكلماته؟ الكلمات اللي هي ايه؟ كلمات الله، اما ما بلغنا عنه من اسلوب القرآن اللي احنا قلنا ان موسى قال للقومه واجعل كلامي في فيه، ويقول فيه عيسى الذي لا يتكلم من قبل نفسه وانما يجي له الكلام بتاع ربنا بايه في بقه، وما ينطق عن ايه، عن الهوى. يؤمن بهذه الكلمات، او ان الكلمات يؤمن بان كل كون الله مخلوق بكلمة منه، كن، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. تيجي للعبارة انما امره اذا اراد شيئا ان يقول لمين، له لمين، للشيء. الله بيخاطبه
طب ده هو لسه ما كانش، ده هو لسه ما قالش كن، فكأنه أزلا في العلم ووجوده وجود، ولكن الله يريد أن يبرز وجوده للناس، إنما هو موجود يخاطبه يقول له إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه كن. طب بيقول للمين؟ للشيء. طب ده هو مش هيجي إلا بعد ما يقول إيه، بعد ما يقول كن، إنما بيخاطبه إزاي له؟ يقول لك لا، ده وجود أزلي في علمه، ده هو بس ما بينشئوش جديد، ده هو بيبرز وجوده. يبرز ايه؟ يعني اظهر يا كائن للوجود ليراك، انما كنت الاول موجود ولا مش موجود؟ مطمور في طي قدرتي، لما اعودك في اي وقت اعودك. اؤمن بالله وكلماته، وسواء كانت الكلمه بخلق الاسباب ككل شيء، خلق الشمس والقمر والارض والبتاع دي كله، او بخلق شيء بلا اسباب. ازاي؟ احنا قلنا التكاثر الانساني بينشا من التقاء ذكر بأنثى، ويحصل بينهم العملية وتسقط البويضة ويجي الميكروب يقعد في الميكروب، ده السبب ولا مش السبب؟ أم قال لك لا، هو ده السبب صحيح، لكن مش هو الفاعل. يجيء الإنسان عند هذا العمل لا بهذا العمل، بدليل أن الرجل والمرأة يجتمعوا ويعملوا العملية وبعدين يجعلوا من يشاء عقيمة. طب الأسباب موجودة هي وكل حاجة لا، المسألة مش أسباب، المسألة إرادة مسبب للأسباب، تنجح الأسباب أو لا تنجح. ولذلك إيه يقول لك إيه؟ يهب لمن يشاء إيه؟ ويهب لمن يشاء، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. ومن يجعل من يشاء عقيما هبة أيضا، هبة، ما هو يقول يهب كذا ويهب كذا ويجعل من يشاء إيه؟ بس الناس ما بتاخدش انه لما يجعلوا عقيم، ما هي الشبه، ما هي فيه هبة بالإيجاب انه يبقى عنده أولاد، وفيه هبة أيضا بالمنع، هبة بإيه؟ ولذلك إذ أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، يبقى من مصلحة الوالدين إنه ما يبقاش فيه ولد. تقول طب وذنب الولد إيه؟ طب الوالدين صحيح مش هيفتنهم ولا يبقاش لهم ولد يفتنهم، طب والولد الغلبان ده تقول اللي انت بتقول عليه غلبان، ده هو الحق سبحانه وتعالى اراد به لطفا اخر، وهو ان ياخذ الحياه قفزا بدون ان يبتلى بتكليف، ويروح كده للجنه على طول كده. يبقى انا عمل في الولد خير ولا ما عملش فيه خير؟ يبقى انا عمل فيه خير، طلعه من الامتحان كده وقال له بلاش امتحان، روح كده اهو. اذن ولذلك الذي يستقبل عطاءات الله في التكاثر، ان ذكرانا ان اناثا، إن يستقبل عطاءه في المنع، يوم يقول له طيب إن ترضيت عني وأنا ما جعلتش لك ذرية، سأجعل جميع من تراه ذرية لك ويكونون في خدمتك. واللي يرضى بالإناث المكروهة دي وبعد ذلك يستقبلها بأنها رزق الله، يقول له طيب إن ترضيت بقدري في إني جبت لك بنات ولا جبت لك ذكران زي ما الناس عايزة، والله لجايب لك بكل بنت رجل لم تتعب أنت في تربيته ولم تتعب أمه في حمله، خده. يجيب له واحد كده ويبقى عنده مش عنده. إذن المهم أن نرضى بمين؟ ذلك بكل الأسبابية، كل الأسباب، وفيه كن بغير أسباب. زي ما قال لك اوعى تفتكر أن وجود الرجل ووجود المرأة دي مسألة ضرورية في التكاثر، ده أنا أقدر أجيب الحكاية دي من غير إيه؟ بدليل أنني أدرت الخلق على القسمة العقلية. طب احنا بنشوف الناس اللي بيجي من رجل وايه؟ قال انا اجيب من لا رجل ولا امراه، اديني جبت لك ادم يا سيدي. طب امه مين وابوه مين؟ طيب وجبت لك من راجل بس جبت حواء، وجبت من امراه بس جبت عيسى، وبعدين جبتكم كلكم من دي. اذن المساله الاسباب لا تملكني لانني رب الاسباب، فأوجد بلا أب وبلا أم، وأوجد بأب دون أم وبأم دون أب، وأوجد من الاثنين، وأوجد الاثنين ولا أوجد منهما شيئا. تلك كلمة. ولذلك بيسمي عيسى كلمة منه، يعني كلمة تخطت نطاق الأسباب. امرأة كده تولد من غير إيه؟ من غير راجل، تبقى تخطت الأسباب ولا لا؟ أم قالك ولذلك قال كن هو بكلمة منه. طب ما هي كل شيء بكلمة منه، ولكن بكلمة فيها أسباب، وبكلمة ولا أسباب لها. أؤمن بالله وكلماته
والحق سبحانه والكلمات. قلنا برضو الآيات اللي فيها منهج الأحكام اللي جت للأورس. ولذلك إيه؟ قولوا آمنا بالله بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا لا إلينا وإلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وما أوتي النبيون من ربهم مش كده؟ لا نفرق بين أحد منه ونحن له مسلمون. ولذلك قلنا في ساعة ما قال سيدنا موسى لربه في قال إنني لأجد في الألواح كذا فاجعلهم أمتي يقولوا لا هذه لأمتي مين؟ برضو من هذه من ضمنه قال له قال رب موسى لربه إني لأجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول ويؤمنون بالكتاب الآخر ويحاربون الأعور الدجال اللي هو المسيح الدجال فاجعلهم أمتي. قال ذا تلك لأمة أحمد أمنوا بالكتاب الأول وبالإيه اللي هي الآية. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل مين إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الإيه إلى آخر الآية واتبعوه لعلكم تهتدون. احنا قلنا لعل ان لعل دي رجاء. احنا قلنا في حاجتين في الطلب، مره تطلب حاجه هي محال انما برضو بتطلبها. طب بتطلبها ليه ما دام محال؟ ام قال لك ده تمني اشعر لك اشعرك اني احبها وان كنت واثق انها ما ايه انها ما تجيش. الراجل اللي قال ليت الشباب يعود يوما هو عارف ان دي هتيجي؟ امال بيقولها ليه؟ بيعملها طلب ليه؟ ده بده يشعرك بانه بيحب هذه الايه؟ ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح. طب وايه ده هتيجي؟ انما بيطلب طلب وان كان محالا الا انه يريد ان يشعرك بان هذا امر ايه؟ يحب. والرجاء برضه عايز طلب بس ممكن يجي. احنا قلنا مرحله أنك حين ترجو لإنسان كذا لعل فلانا يعطيك كذا ولعلي أنا أعطيك كذا، إن هي اللي أدخل في باب الرجاء لعل فلانا يعطيك ولا لعلي أعطيك تبقى لعلي، لأن الرجاء مني وأنا اللي بقول يبقى دي سهل. طب ولعل الله يعطيك تبقى أقوى مش عالي ولكنها كلامي. فإذا قال الله لعلكم يبقى أرجى الرجاءات ولا لا؟ أرجى الرجاءات. حينما يتكلم الحق عن قوم موسى تكلم عنهم بعرض قصصهم وفضائحهم ونقدهم للعهد بعد نعم الله الواسعة الكثيرة عليهم، قال لك اوعى تأخذ هذا الحكم عام. ليه؟ لأن الحكم لو كان عاما لما وجد من أمة موسى من يؤمن بمحمد. فقال لك لا. ولذلك احنا قلنا زمان في حاجة اسمها صيانة الاحتمال. صيانة ايه؟ الاحتمال. طيب الجماعة الذين آمنوا ابن سوريا مثلا وعبد الله ابن ايه؟ ابن سلام، دول مش من اهل الكتاب بتوع موسى؟ طيب امنوا برسول الله ولا لا؟ يبقى ساعة ما كان الرسول جاي وبيقول الكلام ده كانوا شغلين نفسهم بقضية الايمان ولا مش شغلين نفسهم بقضية الإيمان؟ يبقى لو لم يستسل الله يقول لا اوعى تاخدها حكم مين؟ عام. ليه؟ لأن من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه إيه؟ يقوم لما بتوع موسى بقى يسمعهم يقول لك يا سلام ده فائسني، ده عارف إننا بنفكر في إننا نؤمن بمحمد. ولكن لو عمم الحكم اللي بيفكر في الإيمان بمحمد يقول لك الله إيه الظلام ده، طب ما أنا بفكر فيه وياخدني ليه وياه. لكن لما يقول كده يبقى صان الإيه؟ صان الاحتمال بأن واحد من هؤلاء يفكر في أن يؤمن بمين؟ في أن يؤمن بمحمد صلى الله. فقال ومن قوم موسى أمة يهدون يدلون الناس ويدعونهم إلى طريق الخير ويعملوا إيه كمان وبهذا الحق يعدلون في حكمهم بين الإيه بين الناس. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. قطعناهم رجع تاني لأمة مين بقى دخل حكاية رسالة محمد العامة رسول الله إليكم إيه جميع وقال يؤمنوا بكذا وبعدين رجع الى مين؟ طب ايه اسقط الحكايه دي ليه؟ لان الحق ما بيديش فصل في موسى ما بيديش فصل في عيسى ما بيدي، لا ده هو عجينها كلها عجينه واحده في الدعوه، يجيب قضيه عيسى وبعدين يدخل الدعوه، يجيب قضيه موسى في حته ويدخل الدعوه، ثم يرجعوا الى ايه؟ الى القضيه الاصليه. ليه؟ عشان يستغل
كل انفعالات النفس بعد أي قصة من القصص، كل انفعالات النفس في أي إيه؟ قصة من القصص. فقال رجع تاني لمين؟ لقوم موسى، بعد أن قدم الإنصاف بأن فيه منهم أمة يهدون بالحق وبه إيه؟ يعدون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، قطعناهم اللي هم بنو إسرائيل. ومعنى قطعت الشيء أن الشيء كان له تمام وجودي مع بعضه، ثم قطعته وفصلت بعضه عن بعض وجعلت كل بعض إيه؟ قطعة. يبقى بعد هم كلهم بنو إسرائيل، ولكن أنا قطعتهم عملتهم إيه؟ أسباط. الأسبط هو ولد الولد، والأسباط ديا اللي هم أولاد سيدنا مين؟ يعقوب، وكانوا كام؟ 12. اللي حكت عنهم القصة في أول سورة يوسف وقالت إيه؟ يا بني إني أرى إيه؟ لا، 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكب مرئية، والشمس والقمر، وهو رائي، يبقوا كام؟ لا، إنما هو الأسباط بقى الأولاد. سيب بقى الشمس والقمر اللي هو يعقوب وأمه، وخذ الحداشر دول اللي هم مين؟ إخوات. وهو يبقى كام؟ هذا الاثناشر سبط، السبط ولد الولد، خلاص كده على الأول. فسيدنا يعقوب مخلف الاثناشر، إنما من أمهات مختلفة. واحنا قلنا زمان الامهات لما تتعدد تبقى الميول الاهوائيه مش ايه؟ مش واحده. فنشا بينه ماذا؟ ولذلك تنبأ سيدنا يعقوب وقال له لا تقصص رؤياك على اخواتك ايه؟ فيكيدوا لك ايه؟ فيكيدوا لك كده. ادي اول المساله بتاعت الايه؟ انهم مختلفين. يبقى دي سبب من اسباب وحيثيه التقطيع. انت سبت كذا وده سبت كذا ليه؟ قال لك لان مش هيأتلفوا مع بعض، فهعمل كل واحد ايه؟ قطعة كده. قطعناهم ايه؟ اثنتي عشرة ايه؟ اسباطا. تيجي بقى لما قال له هذا تأويل رؤياي من قبل في اخر الصورة، قال ورفع ابويه اللي هم الشمس والقمر مش كده؟ على العرش، وخروا له اللي هم مين؟ اخواته. كل بقى الله قال له هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي إيه؟ حقا. وهناك برضو وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الإيه؟ فانفجرت إيه؟ اثنتا عشرة. حتى المية دي قال مش عايزينه يشتركوا فيها ليختلفوا، يبقى ده ياخد عين وده ياخد عين وده ياخد عين وده ياخد إيه؟ وده ياخد عين. يبقى ربنا بيعمل إيه؟ بيعالج ما فيهم من داءات الغيرة والحقد على بعض على الأول. اهي كلمة بقى وقطعناهم اثنتي عشرة اسباطا امما، هنا بس وقفة، هي وقفة لغوية بس. طيب قطعناهم يعني جعلناهم ايه؟ بعد ما كانوا شيء واحد اسباط، عملناهم ايه؟ قطع. كل سبط واولاده. الاسباط في اولاد يعقوب اللي هم من واسحاق دول يقابلون القبائل في اولاد اسماعيل، فاولاد اسماعيل العرب يسموهم ايه؟ قبائل، ودول يسموهم ايه؟ يسموهم أسباط. اثنتي عشرة، احنا قلنا اثنتي يعني دل على انهم ايه؟ اناث ولا لا؟ وعشرة يبقى اناث ولا لا؟ لان احنا عندنا لما بيكون ذكور نقول ايه؟ جاءني رجلان ايه؟ اثنان، وامرأتين اثنتان، مش كده ولا لا؟ يبقى اثنان لمين؟ للذكور، واثنتين للاناث. كلمة 12 عدد مركب، العدد المركب دائما يبقى تمييزه مفرد، تمييزه ايه؟ مفرد. ولذلك 11 ايه؟ كواكب ولا كوكب؟ مش كده ولا لا؟ على الاول. يبقى اذن هنا اثنتي عشرة دي دل على انه مؤنث. طب ده سبت مش مؤنث، ده سبت ايه؟ لكن اذا جمع صار ايه؟ مؤنثا. خلاص على الاول. طيب وليه أسباط ولا جابش سبطا؟ أم قال لك شو بقى؟ هو ما دام هم أسباط وقطعهم يبقى كانت لهم وحدة جمعاهم ولا لأ؟
فأراد الحق أن يلفتنا إلى أنهم من شيء واحد، فجاب أصبضيا مكان قبيلة، وقبيلة مفردة ولا لا؟ يبقى لما أقول اثنتي عشرة إيه؟ قبائل ولا قبيلة؟ طب هي قبيلة هي الأصباط، قبيلة اللي هي إيه؟ يبقى اسمها الإيه؟ الأصباط. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا وجعلنا كل سبط أمة بإيه؟ بخصوصها. هنا الواقع الكوني أثبت أنهم كذلك، لأنك أنت لا تجد لهم تجمعا قوميا اللي بيسموه الوطن القومي لليهود، رغم أنهم أعانوه الدول الظلمة القوية أعانوهم وعملوا لهم وطن، برضو لسه في كل أمة منهم إيه؟ شوية وشوية معزولة عن الشعوب، يعني ما يدوبوش في الشعوب، كل حاجة حي اليهود، يعني حتى يعيشوا فيها بطقوسهم وبشكلهم وبأكلهم وبكل حاجة معزولين عن الإيه؟ وده اللي حاصل ولا لا؟ يبقى قطعناهم في الأرض إيه؟ أسبطا أمما، يعني كل حتة فيها أمة ولهم طبائعهم الخاصة، فلا يذوبون في المجتمعات التي إيه؟ يعيشون فيها. وكل ربنا يقطعهم في الأرض يبقى نشرهم في الوطن، ما عملش لهم إيه؟ وطن مستقل. ولذلك ستقرأ في سورة الإسراء إن شاء الله يقول إيه؟ وقلنا من بعده، أي من بعد موسى، لبني إسرائيل قلنا لهم إيه؟ اسكنوا الأرض. الله، وهو السكن يا رب، ما هو السكن لازم يكون في الأرض، إنما حين تقول لي يا رب اسكن تحدد لي حتة من الأرض، اسكن الإسكندرية، اسكن مصر، اسكن الأردن، اسكن سوريا، إنما تقول لي اسكن الأرض، طب ما هو قطعا في الأرض. يعني إيه اسكنوا الأرض؟ يعني إيه انساحوا فيها فلا تجمعوا. فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي الضربة القاضية عليكم، جئنا بكم لفيفا تتجمعون، لأن عدوكم مش ممكن يتتبعكم في كل أمة من الأمم، يبعد جيش للأمة دي وجيش للأمة دي وجيش للأمة دي، إنما بقى إذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم نعمل إيه؟ جئنا بكم إيه؟ أهل الوطن القومي دي هم فرحوا بيه، نقول لهم لا، هذا هو التجمع الذي قال الله جئنا بكم إيه؟ عشان تبقى الضربة إيه؟ الضربة موجهة في مكان واحد، لأن إن ما كناش هيعمل هو كده، عايزين نبعت في كل أمة إيه؟ جيش عشان يحارب مين؟ عشان يحارب الأمة اليهودية اللي موجودة إيه؟ اللي موجودة فيه. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. شوف المعجزات بقى هنا بقى. أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. استسقى، ما معنى استسقى؟ ساعة ما تلاقي ألف وسين وتي وبعدها حاجة افهم إن المراد هنا طلبنا كذا، استفهم أده آه والسين والتي وبعدين إيه؟ استفهم، والفه والهي والمين، استفهم يعني طلب الفهم، أنا استفهم منك يعني أطلب إيه؟ طب استخرج، طلب إخراج إيه؟ تبقى على هذا استسقى طلب إيه؟ شيل الألف وشيل السين إيه؟ والت، وقول طلب إيه؟ سقيا، طلب سقيا، إس ت أدي استفهم وبعدين إيه؟ سقى، يبقى طلب الإيه؟ السقيا. وما هي السقيا؟ السقيا هي شربة الماء التي إيه؟ تمنع عن الإنسان العطش وتؤنسه بالري. يبقى استسقى ألف همزة دي والسين والتي، إذا دخلت على حروف بعدها يبقى طلب ما تؤديه الحروف بعدها، فاستفهم يعني إيه؟ طلب أن يفهم، واستخرج طلب أن يخرج، واستسقى طلب السقيا. وما دام استسقى طلب السقيا يبقى فيه ظمأ ولا لا؟ يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه ظمأ. الولد يقول لك اديني ميه إلا إذا كان عطش، يبقى كأنهم في التيه، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبرز له نعمه عليه، هذه النعم يجي وقت الحاجة ويقوله استسبهم لما يعطشهم عشان يستسقوا عشان يشوفوا الري ده يبقى إيه؟ يبقى طعمه إيه؟ إذا استسقى موسى لقومه، استسقى قومه، استسقى قومه، استسقى قومه،
إذا استسقاه إيه قومه، ما دام استسقاه قومه هو يستسقي مين؟ يستسقي ربه. يبقى هم استسقوا مين؟ طب اشمعنا بقى لقيته موسى دلوقتي في الوقت ده هو اللي يعمل وهو اللي يزمل وهو اللي يعمل؟ طب موسى قال لهم انا مش لذاتي، انا مش بذاتي، انا هستسقي لكم مين؟ ربي، استسقي لهم ربي. احنا قلنا بقى ان مقومات الحياه ايه؟ بترتيب بالترتيب الوجودي الاضطراري، الهواء والماء والطعام. ساعة ما تلاقي همزة وسين وته وقع على واحدة من دول اعلم انها مطلوبة، اعلم انها مطلوبة. لما موسى والعبد الصالح مشوا استطعما اهلها، استطعما يعني ايه؟ طلب طعاما، ده المقوم الثالث للحياة. هنا استسقى، يبقى المقوم من هو؟ يبقى المقوم الثاني. هات المقوم الاول بقى اللي ما نستغناش عنه اللي هو ايه؟ استهوى. يبقى استهواه يعني طلب منه الايه؟ لكن لما كان الهوى غير مملوك وهو مشاع ما وجدش منه هذه العمليه، انما الطعام يمكن يملك، الميه يمكن تملك، فقال هنا استطعم وهنا ايه؟ استسقى. ولم يوجد استهوى يعني طلب الايه؟ الهوى، انما وجد في القران استهوى بمعنى طلب ان تكون على هواه، كالذي استهوته الشياطين. استهوته الشياطين يعني ايه؟ طلبت ايه؟ طلبت ان يكون هواه ومراده تبع لما يريدون، لا لما يريده ايه؟ لا لما يريده الله. طيب هنا بقى قصة الاستسقاء وردت في سورة البقرة، واذا استسقى موسى لايه؟ لقوم. يبقى هناك واذا استسقى وهم هنا اللي طلبوا منه ايه؟ يبقى هل فيه تعارض؟ طب استسقى قوم موسى موسى، فاستسقى موسى ربه، تبقى قد بعض، يبقى تكرير؟ لا، هو تكلم عن الواسطة وبعد ذلك تكلم عن الأصل الواهب للماء، فهنا قال استسقى ايه؟ إذا استسقاه قومه، يبقى استسقوا مين؟ طب هو موسى عنده هناك، وإذا استسقى موسى ايه؟ يبقى ترتيب طبيعي ولا لا؟ استسقى قوم موسى موسى، واستسقى موسى مين؟ ربهم. تعال هنا ادي الفرق بين العبارتين عشان تقول ان ما فيش فيه خلاف، يقولك ده تكرار، قوله لا مش تكرار، لان المستسقي هنا مين؟ القوم، والمستسقى منه هنا مين؟ موسى، وهناك المستسقي مين؟ موسى، والمستسقى منه مين؟ يبقى امر طبيعي ولا مش طبيعي؟ يبقى امر طبيعي. طيب وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب، هو ذا الوحي، أوحاله بإيه؟ اضرب بعصا. طب هناك اقرأ بقى كده، وإذا استسقى موسى إيه؟ فقل نضرب بعصاك الإيه؟ أهي قلنا زي أوحينا، تمام، لأن القول مش قول كده كلام زي إيه؟ بده يدلك على أن هذه ليست من مناطات تكليم الله لموسى، بل مناط هذه القضية غير المناط بتاع ايه؟ وكلم الله موسى ايه تكليم؟ هل كلمه تكليم بان كل حاجة تبقى بكلام منه؟ لا، هو كلمه مرة تشريف وبعدين اداله ايه؟ الوحي زي غيره. يبقى هنا من هذه المسألة مش ليست من ضمن ايه؟ من ضمن الكلام المباشر، كلام الله المباشر لمين؟ لموسى. بدليل انه قال هنا اوحينا، هنا قلنا، وهنا ايه؟ اوحينا. إذ استسقاه قوم أن اضرب، يبقى أن اضرب دي هي مقول الإيه؟ القول. اضرب بعصاك الحجر، أهديا بقى يدلنا على الإعجاز المطلق، لأن هنا يضرب موسى بعصاه الحجر فينبجس بالماء، وهناك قال اضرب الماء بالعصا فينقلب جبلا، بقى المية هناك تبقى إيه؟ والحجر هنا يبقى ايه؟ يبقى اذا الله يعطي ويمنع بالشيء الايه؟ اوعى تقول ان الاسباب مملوكه، لا، الاسباب مش مملوكه لله، الاسباب في يد الله، انما يعملها بالضد. ولذلك قلنا هناك، هنا لما ضرب البحر بعصا كان كل فرق كالطود يعني كالايه؟ كالجبل، وامتنعت السيوله، ما جاتش دي على دي ولا على. وبعدين لما حب ولما خرج حب يضرب البحر عشان ايه؟ يرجع للسيولة تاني ويسد السرداب اللي نفد منه، ده قال له ربنا ايه؟
اترك البحر رهوة، يعني كما هو عليه. ليه؟ لأن الله يريد أن يغتر فرعون وقومه بأنه موجود يابس بين الإيه؟ يوم ينفد منه ورميه، يخلي آخره الناحية دي وأوله الناحية دي، ويعيد الماء إلى سويته فيغرقون. يبقى أنجى وأغرق بالشيء الإيه؟ الشيء الواحد. والعصا هي العصا، فانضربت المية فبقت كل فرق كالطود الإيه؟ العظام. وبعدين ضرب الحجر انبجست منه، تبقى إيه المسألة دي؟ يبقى ده من بيده الإيه؟ القدرة والأسباب. وإذ استسقى موسى قومه، طيب إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. انبجست هنا تعبير بانبجست، هناك انفجرت. برضو يقول لك هو هي انبجست ولا انفجرت؟ إن كانت انفجرت تبقى انبجست هنا ما تنفعش، إن كانت نقول له ما هو الانبجاس أولا وما هو الانفجار ثانيا. الانبجاس إنها تندع مية، إنما الانفجار مية كتير. ده أول ما يضرب الضربة تطلع قليلة ولا مش قليلة، وبعدين تنفجر. وبعدين تنفجر. يبقى إذا تكلم عن مراحل التي أعقبت الضربة، فالأول لما ضرب حصل إيه؟ انبجاس. وبعدين حصل إيه؟ حصل. تبقى هي حالة واحدة ولا لا؟ يبقى لقطات متعددة لمظهر هي واحد بس، له أولية وله إيه؟ وله آخرية. أن اضرب. ولذلك لما تيجي تقوم تلاقي الألفاظ معبرة في انفجرة، يعني يدل على أنها إيه؟ ولذلك أنت تقول تفجير الديناميت أو فجرت الشيء الفلاني. هي فجرت دي تديه ببطء كده ولا ايه؟ ولا تديه بايه؟ بقوة. سيدنا شوقي لما جه يتكلم عن ان الله سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الاولى، فشوف بقى ارسلت بالتوراة موسى مرشدا، كلام على الاول، وابن البتولي اللي هو مين؟ فعلم الانجيل. وبعدين جاء عند النبي قال ايه؟ ما قالش ارسلت ولا بعث، وفجرت ينبوع البيان محمدا. وفجرت ينبوع. شو الالفاظ المعبره؟ ارسلت بالتوراه موسى، كلام هين، ارسلت بالتوراه موسى مرشدا وابن البتولي فعلم الانجيل. وبعدين جاء بقى لسيدنا بقى يقول ايه؟ وفجرت ينبوع البيان محمدا. شوف بقى كمان التوفيق في العباره، فسقى الحديث، حديث سقاه، ولكن القرآن ما سقاهش، ناوله من الله لخلقه، فسقى الحديث وناوله، ناول التنزيل رحمه الله رحمة واسعة. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، وقلنا العلة. طب الضربة واحدة، تقوم الضربة واحدة، أولا ده العصايا نفسها، المكان اللي ينضرب الحجر اللي العصاية تضرب الحجر فيه يدوب تقض عين واحدة تطلع شوية، لأن ما 12 عين وقد علم كل أناس مشربهم، يبقى عين هنا وعين هنا وعين هنا، مدام كل جماعة هيروحوا لإيه؟ يبقى لازم مكان واسع ولا لا؟ يبقى هي الضربة إيزان بالانفعال من الأرض، بس الضربة إيزان من إيه؟ بالانفعال من الأرض. فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. هنا يقول لك طب هم 12 عين، طب مين اللي ياخد دي ولا ياخد دي ولا ياخد دي؟ من 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 أنها قسمة الله، نحن قسمنا إن كل واحد ما يروحش المية التاني، ده رايح لواحدة ما جاش عليها التاني، وراح لدي ما جاش عليها التالت، وراح لدي ما جاش عليها التالت، كل عين عملت إيه؟ لا تجذب صاحبها بدون إيه؟ قد علم كل أناس مشربه، مش الزحم على لا. ومما يدل أيضا على التساوي، مش دي مثلا بتفجر أكتر تطمع فيها ده، ولا دي بتفجر أقل، ولا دي قريبة ولا دي بعيدة، قد علم كل أناس إيه مشربه. وظللنا عليهم الغمام، عمال بيتكلم عن التيه بقى، لما جم في التيه وفي الصحراء والشمس بقى محرقة ولا فيش مية. طب المية استسقوا موسى فاستسقى الله، وجت لهم 12 عين عشان ما يزحموش ولا يعملوا أي حاجة زي ما بنقف على بتاع التموين، لا لا لا، كل واحد عارف إيه؟ عارف مشربه. وظللنا عليهم الغمام، الشمس محرقة
وشديدة عليهم، يوم ربنا يعمل ايه الغمامات كده، وكل غمامة على قدر السبت كده معمولة. قال لك ايه يا اخي، اذا كان البشر لما بيحب يوزع جماعة في 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 كتل صغيرة يعمل لهم مثلا 20 خيمة، بيعمل لكل واحد ايه البشر بيعملها، يبقى ربنا مش هيعملها، لا يعملها يجيب لي ده خيمة وده خيمة وده خيمة وده خيمة وده خيمة. وظللنا عليهم الايه الغمام. طيب ادي مين من حر الشمس ظلل بالغمام، وعشان الريو البتاع العيون ايه من تفجرت من الايه، يبقى بقي ايه، يبقى بقي الطعام، لان يقول له ان لك الا تجوع فيها، يبقى عندك طعام. ولا تضحى، يعني الشمس ما تقرصكش، اهي تضحى دي جت ايه، ظللنا عليهم الايه، وانك لا تظمأ فيها، يبقى ادي السقيا. يبقى هي عايزه اكمل حاجه، ما نجوعش ما نتعراش، الشمس ما تحرقناش، يبقى ايه نجد ميه نشربها. ثلاثه ولا وظللنا عليهم الغمام. جه في الطعام بقى وتجد هنا المساله الاهم فالايه فالمهم، جاب الطعام لانه اخر حاجه قلنا الواحد يصبر عليها. وانزلنا عليهم المن والسلوى. كل ساعه ما تلمت كلمه انزلنا افرض انها جايه من علو، ومش ضروري يكون مكانها علو، انما هي جايه من اعلى من قدرتك، جايه من اعلى من ايه، يبقى مش باسبابنا احنا لما نزرع الحب وبتاعه حاجات زي ما نقولش ربنا انزل علينا للزرع، انما دي حاجه جايه بلا سبب، يبقى بقدره مين، بقدره الاعلى. نزلنا عليهم المن والايه. طب المن ده ان كان بعضنا فلاحين يقوم يروح كده مثلا ايام الذره او اي حاجه يقوم يلاقي بقع سوداء على الورق كده، يسموه حتى المن عندنا في الفلاحين يسموه ايه المن. ده نوع تاني بس يتاكل، لان مش لونه اسود يبقى لونه ابيض زي 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 قطرات الزئبق كده، ويلاقوه على الشجر لا يزال الى الان في العراق في شجر في مكان هناك كده، يمسكوه ايه الصبح يروحوا ايه هزينه، يوم يتساقطه ما على الورق من قطرات متجمده لونها ابيض، يوم ياخدوه على الملاءه ملاءه بيضاء، وبعدين يعملوا اسمه الايه المن، وتلاقيه حلو كده. اولا في طعم القشطه وليونتها وحلاوه الايه وحلاوه العسل. يا الله. نعم. والسلوى الطير اللي احنا بنسميه برضه بتوع كده بيسموه السمان، اللي ايه اللي بيجي يعني يجي من غير بيئتك، يعني لا ربيت ولا عملت وبتاع، يبقى انزلنا ولا ما انزلناش. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول ايه وانزلنا الحديد فيه بأس. طب الحديد بناخده من الجبال وبتاع، لك لا من القدره العاليه. وش معنى الحديد؟ قال لك دلوقتي اي معدن من المعادن ما بيغنيش عن مين؟ الحديد، هو اللي فيه البأس وهو اللي فيه الشده وهو اللي فيه كل حاجه. وانزلنا عليهم المن والسلوى. المن ده زي ما قلنا في لون القشطه وطعمها، وفي طعم الايه العسل، وده بيجي على الشجر زي قطرات الندى اللي بتشوفها على الشجر كده، فيهزوه على الملاءات ويجمعوه ويعملوا في مصانع بقى بتقوم عشان يعمل المن ده بشكل بقى حلقوم وبشكل مش عارف ايه، يعني انواع من الحلوى جميله. اللي راح العراق يمكن يكونوا ايه دقوه او جابوه لايه لاهله. والسلوى اللي هو الطائر اللي السمان اللي احنا بنقول ايه عليه ده، موجود في بيئه تانية، يوم ربنا يزنقه بالطقس هناك عشان يجي لنا احنا هنا، يزنقه هناك بالطقس عشان ايه يجي لنا احنا هنا، هو جاي يطلب لنفسه ايه استمرار الحياه، يوم ربنا يبعته لنا علشان ايه عشان احنا نطعم بيه. هم بقى عشان يعني ربنا يذلل على انهم لما يجيب لكم رزق غيبي اللي هو المن وايه والسلو، طيب والحجر طلع لكم ميه والغمام بايه، يبقى كل مسائلكم ايه قدريه من الله، يعني عيشكم كده متهنين ولا بلطجيه تعملوش ابدا اي حاجه. هم بقى وش شقه قالوا لا، طب ومين يدرينا ان الندى يمكن يجي ليله، الندى ما ينزلش بالقطرات بتاعه المن دي على الشجر، طب يمكن الطير ده ما يجيش في يجي في يوم ما يمرش، لا احنا عايزين ايه، لن نصبر على طعام واحد. شوف البغدده
ما نصبرش على طعام ايه؟ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال له روح للبلد اللي خيرها كتير بقى، روح لها مصر دي، اهبطوا ايه؟ مصر. وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني احنا ادالكم رزق بدون ايه؟ بدون السببية، يعني جاي من المسبب ايه؟ مباشرة. فكان من الواجب اللي أرحكم وجعل لكم الرزق من كل حاجة وعمل لكم ذلة من الغمام ولا عملتوش خيمة، وجاب لكم المية ولا مليتم ولا عملتم مواسير ولا إلى آخره، وجاب لكم ولا زرعتم من الأرض ولا حاجة، يبقى كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى كان الواجب أن تستقبلوا هذا بإيه؟ لا تستقبلوه بالبغداد. قالوا لن نصبر على طعام واحد. كلوا من طيبات ما رزقناكم. لما يقول وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم، يبقى يدل على أنهم عملوا حاجة ولا لا؟ يبقى لما قال كلوا من طيبات ما رزقناكم اتبغددوا. لما يتبغدد يبقى ظلم نفسه. ليه؟ لأنه هو حيروح عشان لازم يحرط ولازم يزرع ولازم يسقي ولازم يعمل له كنة عشان يقيه الليل. يبقى هم اللي جابوا التعب لنفسهم ولا لا؟ احنا ما ظلمناهم، عشان هم اللي عملوا ايه؟ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. القصة دي برضو مذكورة في سورة البقرة. هنا وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. إذ قيل لهم، مين اللي قال؟ لما يبنى الفعل كده لما لم يسمى فاعله او للمجهول يبقى ايه؟ لكن اذا قال واحد يقول قال الله لهم اسكنوا ايه في ايه البقره، قوله واذ قلنا هنا، وقال واذ ايه قيل. طيب قيل من الجائز ان هو برضو اللي قال مين؟ ربنا. تبقى العله ايه يعني؟ طب ما يقولها كده واذ قلنا وخلاص وتنتهي المساله. اما قال لك لا، لان كلام الله الاعلى لقوم فيهم رسول وفيهم مقدمون ايمان بالرسول، هؤلاء الوسائط للخلق. يبقى ربنا قال ايه؟ اسكنوا هذه القريه. وبعدين موسى كرر امر مين؟ ربنا. يقول بقى اسكنوا هذه القريه، والمقدمين كل واحد يقول له اسكنوا هذه الايه. يبقى زي ما الامر يصدر من مين؟ من اعلى خلاص، وبعد ذلك يستقبله الادنى. الادنى دي فيه مراحل، في عال وفيه مستعلا عليه. يبقى واذ قلنا قال الله، وبعدين موسى استقبل هذا وقال خلاص. يبقى لما نيجي حب نعممها نقول وإذ إيه؟ وإذ قيل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية. وقلنا إن قيل لهم لم يذكر من القائل، لأن طبيعة الأمر في أصباط جعل لكل سبط منهم عين يشرب منه، وكل سبط له نقيب، دليل على انهم ما ائتلفوش. فيبقى القول مش من واحد الى الجميع، لكن القول يصدر من المشرع الاعلى وهو الحق الى الرسول، والرسول يقول للنقباء، والنقباء يقولون للمصدر. فاذ قلنا بينت المصدر الاصيل للقائل الاول، وبعدين تلقى موسى القول فقال للمين؟ للنقباء. والنقباء قالوا لمين؟ للاصباط. يبقى اذ قيل هي عملت ايه دلوقتي؟ ما قالتليش مين اللي قال. نقول لان مين اللي قال؟ اللي قال الاعلى واذ قلنا في ايه تانيه. يبقى اذا دي في تكرار، ولا كل ايه بتعمل لقطه من اللقطات؟ الايه الاولانيه عملت اللقطه ان المصدر الاصيل في القول هو مين؟ الله. الله. وبعدين ما دام هم اصبطوا كل واحد له مشرب وكل واحد له مش عارف ايه وعلم كل اناس مشربهم، يبقى معنى ان الله قال. وقال لمن؟ لانه قال او بنوحي، يوحي لمين؟ لموسى. وبعدين موسى يقول ولا لا؟ يبقى واذ قيل، اذكر اذ قيل من القائل؟ الله اعلم. وبعد ذلك موسى، وبعد ذلك الايه؟
النقاط. بيبقى كل آية جايبة لقطة ولا ما فيش جايبة لقطة؟ وساعة ما تسمع وإذ تقول له إيه فلان ده بيقول إنني من يعني عقه، طب قول له إذ عملت فيه كذا وإذ كذا عملت فيه كذا، يبقى بيفكروا بالأوقات اللي عمل فيها إيه. ساعة ما تسمع وإذ يعني اذكر إذ قيل، اذكر إذ قيل، قيل له مسكنوا هذه القرية اللي هي إيه هذه القرية، قال لك بيت المقدس أو أريح. طيب وبعدين قالوا لا مش هندخلها أبدا إن فيها قوم جبارين، جاف لقطة تانية خلاص، وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلها إنا هنا إيه قاعد. هنا ما بيبينش القرية، فما كان يقول مثلا بيت المقدس أو أريح، قال لك المكان مش مهم، المهم تنفيذ الأمر على أي مكان يكون. وكلوا منها وأنا تكفلت لكم كما تكفلت لكم في الطين اللي ملكوش فيه أسباب، تظليل غمام وتفجير ماء من صخرة ومن وإيه وسلوى. إذا كنت عملت لكم كده في الحتة اللي ما ظنت إن ما فيش فيها حاجة، لما أقول لكم ادخلوا القرية بقى واسكنوا هتقلى عنكم، كلوا منها إيه، كلوا منها حيث شئتم. وإذا الدخول عايز ساعة ما نيجي ندخل كده يبقى لازم لها إيه، لها باب. كان زمان كل إيه كل مدينة كل قرية كده لها باب. ادخلوا القرية وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. حطة يعني إيه؟ يعني حطة يا رب عنا ذنوبنا بأننا استجبنا لأمرك وجينا للقرية اللي أنت إيه، وادخلوا ساجدين لأن الله قد أنجاكم من التيه بعد أن أنعمكم فيه وجايبكم هنا. يبقى عايزة إيه؟ ندعو أن الله سبحانه وتعالى يحط عنا ذنوبنا وأن نكون إيه؟ وأن نكون ساجدين. نغفر لكم خطيئاتكم. لما تعملوا تدخلوا الباب إيه؟ سجد. وتقولوا حطة لبقى نعمل لك في لكم إيه؟ خطيئاتكم. سنزيد المحسنين. احنا قلنا مره يغفر وبعدين يكتب حسنه، يبقى فيه سلب ايه مضره وجلب ايه منفعه. هنا برضو كده هنغفر لكم خطاياكم ونعمل ايه ونزيد المحسنين، ادي النص والمره. لكن هذه الايه بذاتها وردت في سوره البقره في الكيان العام واحد، ولكن في الالفاظ واللقطات مختلف. اول خلاف زي ما اقول واذ قلنا وإذ قيل، مش كده؟ فهمنا ليه هناك وإذ قلنا وهنا إيه؟ وإذ قيل، لأنه بيجيب لقطة تانية. وهناك قال اسكنوا، هنا قال اسكنوا، وفي السورة في الآية الأخرى في سورة البقرة ما قالش اسكنوا، قال ادخلوا. هو الدخول ده مش له غاية؟ مش كده؟ الغاية هي إيه؟ يعني ادخلوا لتسكنوا. خلاص كده مش ادخلوا مرورا، لا ايه اقام. وهنا بده يديهم الغاية النهائية لانه لا يسكن فيها الا ان دخلها، تبقى جابت اللقطة الاولانية ولا لا، يبقى ادخلهم هي لايه لتسكن، وما يمكنش تسكنوا الا اذا ايه، يبقى دي لقطة ودي ايه مش دخول مرور يعني كده عابرين لسم. ادي واحد. يبقى الاول واذ قلنا هناك، وهنا واذ ايه قيل، هنا اسكنوا وهناك ايه ادخلوا. قال لك لانه لا يسكن الا ان دخل، والدخول مش مرور عابل بل دخول لقصد مين، لقصد السكن. يبقى ده جابت لقطة ودي جابت ايه، يبقى ده تكرير ولا تأسيس في كل شيء، تأسيس في كل شيء. طبعا الاول واذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، وهناك ادخلوا هذه القرية. خد بالك هناك وكلوا منها في الآية الثانية فكلوا، هنا إيه وكلوا بالواو، هناك إيه فكلوا، يبقى هنا الواو وهنا إيه، قال لك آه. وهنا ما فيش رغدا وهناك فيه إيه رغدا. أم قال لك طيب هم لما يكونوا بقى هيدخلوا وهم جعانين يبقى عايزين يأكلوا على طول، يبقى الآية اللي فيها رغدا لأنه هيقبل على إيه على الأكل على طول، إنما بعد ما يسكن فالدخول يناسبه فكله.
ادخل فاكل على طول لانك جعان داخل مشوق للاكل عال قوي. لكن السكن برتابه تبقى واو اجمع بين السكن وبين الاكل. يا سلام دي كيف ادخله الفاكله هنا اسكنه قال وايه وكله وهناك قال رغدا وهنا ما قالش ايه رغدا. وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا هناك قدم السجود واخر قولهم ايه حطه. فهموا الكلام الايه هي اقراها قال ايه وادخلوا الباب سجدا وقولوا هنا قال ايه وقولوا حطه وادخلوا الباب ايه سجدا. اللي قال ايه قال لك اللي قال ايه قال لك لانه حين يقول الله سبحانه وتعالى باي عباره من هذه ساعه الدخول واحد ينفعل للقول وواحد ينفعل للفعل. الناس هم مختلفين قال لهم قولوا وانتوا داخلين حطه اسجدوا وانتوا داخلين وقولوا ايه. طيب ساعه الناس بقى ما تنفذ كده اي ينفذون كل ولا كل واحد بقى بانفعاله واحد ينفذ القول وواحد ينفذ الايه الفعل. قبل ما يجي يروح ساجد تقول حطه يبقى قال حطه وهو ايه هو ساجد والتاني قال حطه وبعدين سجد يبقى المنفعل للامر مره يعمل العمليه دي ده يعمل دي وده يعمل دي وده يعمل دي وده يعمل دي يبقى جاء كل الصور ولا لا جاءت كل الصور. نغفر لكم خطيئاتكم. طب هناك قال ايه خطاياكم. الله ايه خطايا وايه خطيئات. ام قال لك ما هي الجموع بتختلف في جموع تكسير وفي جموع ايه جمع تأنيث. جمع التأنيث ده بنجيب الكلمة ونحط عليها ألف وتاء نجيب الكلمة ونجيب نحط عليها ايه بنت نقول ايه بنات مش كده ولا لا. لكن جمع التكسير بنغير بنية الكلمة قفل بنقول ايه اقفال مش كده قفل نقول عليه ايه اقفال يبقى بنغير ايه بنية الكلمة. لكن ديكا عايزين نجمع فاطمة نقول ايه هي فاطمة تيجي هي هي بس في الاخر نحط الف وايه نحذف التاء ونقول فاطمات زينب نقول زينبات اكلة اكلات مش كده ولا لا. يبقى اسمه جمع اسمه ايه جمع ايه جمع مؤنث سالم. سالم يعني ايه يعني البنية بتاعته ما ايه ما تغيرتش على الاول. بس ده يدل على القلة ولا على الايه ولا على الكسر. قال لك يدل برضو على الايه القلة انما جمع التكسير يدل على الايه. ام قال لك طب هنا خطاياكم وهنا خطيئاتكم ليه. ام قال لك لان المخاطبين مش متساويين في الخطايا واحد عمل خطأ كتير وواحد عمل خطأ قليل وده عمل كده يبقى إن عشان يشمل اللي عمل قليل ويشمل اللي عمل ايه كثير. اللي عمل كثير. سنزيد المحسنين هناك وايه وسنزيد برضو دي لقطة ودي ايه ودي لقطة. ليه لان احنا قلنا هو عودنا اغفر لنا وانت خير الايه وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة. فهنا يقول لك انا لن اكتفي بان اغفر لكم وان ارفع عنكم الخطايا برضو هجيب لكم ايه ازودكم حسن. يبقى فيه سلب للضرر وفيه ايه ايجاب للايه للنافع. طب ما كان يقولها بقى ايه الفرق بين سنزيده ونزيد. قال لك من اول الامر قال ونزيد انما من الامر الثاني كأن الله حينما قال خطيئاتكم وخطاياكم انشغلهم يا ترى هيغفر لنا بس ولا يديناش حسنة زي ما زي واكتب لنا في هذه الدنيا على. قال لك سنزيد الايه المحسنين. يبقى اذن الايتين المقارنة بينهم ايه تم. لما تقرا واذ قيل لهم اسكنوا وديك واذ قلنا لهم ادخلوا هذه القريه كلمه واحده وكلوا دي الف كلوا ديك الف كلوا منها حيث شئتم هناك الرغدا وهنا ما قالش ايه رغد قولوا حطه وادخلوا الباب سجدا ادخلوا الباب سجدا وقولوا ايه نغفر لكم خطيئاتكم وديك خطأ ايه طيب سنزيد وسنزيد. يبقى دلوقتي الايات اصطدمت مع بعضها ولا تكاملت مع بعضها ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم
بدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل، يدل على انهم افترقوا فرقتين. ما دام قال منهم ظلموا ايه، كان ناس قالوا من المطلوب وناس ايه اللي ظلموا بدلهم ايه، بدلوا القول. قالوا ايه؟ لان الذي طلب منهم قول وطلب منهم فعل، اما القول فقولوا ايه حطه، واما الفعل فادخلوا الباب ايه سجدة. خلاص كده. فبدل الذين ظلموا منهم قولا، يبقى اكن التغيير جاء في مين؟ في القول. ليه؟ لان القول قد يكون بين الانسان وبين نفسه بحيث لا يسمعه سواه، انما الفعل يبقى مرئي ولا لا؟ مما يدل على انهم بيراءوا بعض برضه. ففي القول قالوا ايه؟ حبوا يقلسوا بقى، ما هي حطه يقول لك ايه؟ حنطه يقولوا ايه؟ حطه يقولوا ايه؟ يعني تهزيئ للكلمه، انما الفعل ما حصلش فيه كلام. يبقى التبديل جه في مين؟ القول. في القول. وبعضهم قال ان التبديل ايضا في الفعل، فبدل ان يدخلوا ساجدين دخلوا زاحفين على ايه؟ على على مقعدتهم، على استاههم يعني. طب وليه ما قالش يعني الحكايه دي مع ان دي منظر يعني ما ام قال لك ليه؟ لان الفعل قد يكون منه ما لا قدره له على الفعل، يعني ما يقدرش يعمل، يمكن يعملها باي شكل، منحني مخاضع باي شكل، انما القول ما فيش فيه ايه؟ فيش فيه خلاف. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. بقى بعد ما عملنا في التيه عملنا فيكم كذا، ظللنا عليكم الغمام، ظللنا عليكم المن والايه السلوى، واستسقى وجاث الميه، وبعدين ندخل لكم الدخول المقدسه وكلوا برضو رغدا وحيث شئتم واسكنوها وارتاحوا بقى، بعد كده برضو لسه غريزه التبديل معاكم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي ايه؟ غير الذي قيل لهم. طب ما من بدلوا؟ فأرسلنا عليهم رجزا من السماء. هناك في آية تانية فأنزلنا، في آية البقرة فأنزلنا عليهم إيه؟ رجزا من السماء. إيه الفرق بين الإنزال وبين الإرسال؟ الإنزال يجي مرة واحدة الإرسال تبقى مسترسل، يقول لك فلان استرسل في الكلام، يعني إيه؟ استمر. ولذلك في المطر الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ انزلنا من السماء ماء، مش كده؟ لان مش كل الوقت الارض السماء بتمطر، تمطر شويه لحد ما تاخد الارض كفاءه وبعدين بتقلع ومش عارف ايه حاجه زي كده. لكن في الارسال الهواء يجيبه مره وبعدين يحجبه، فيقول لك ايه؟ يرسل الرياح. فاللي عايز استمراريه في الفعل يقول ايه؟ يرسل. واللي عايز مره يقول ايه؟ بدليل أن الله حينما أراد أن يجيء بالطوفان علشان يغرق المكذبين بمين؟ قال إيه؟ أنزلنا من السماء ولا إيه؟ قال لهم اتقوا ربكم يرسل السماء عليكم إيه؟ يرسل، يعني يخليها إيه؟ يخليها تجيلكم على طول، يرسل السماء. لكن في الإنزال اللي يجي مرة إيه؟ يبقى لقطة جابت أنزلنا ولقطة جابت إيه؟ أرسلنا. فأرسلنا عليه وأنزلنا قال لك لأن مدام عقوبة بتختلف باختلاف المذنبين، والمذنبون مقولون بالتشكيك، ده بيذنب الذنب ويبقى صغير، وده أكبر شوية وده أكبر شوية، فكل واحد خد على إيه؟ خد اللي عمل شوية بسيطة يبقى إيه؟ أنزلنا عليه دي، واللي تمادى فيها نعمل إيه؟ نعمل إرسال. فأرسلنا عليهم رجزا أي عذابا، فيه رجز وفيه رجز. الرجز يولد عن الرجز، الرجز فاهجر يعني الاسم عشان ما يجيلكش ايه؟ اهجر الرجز لتسلم من الرجز. رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. في الآية الثانية هناك بما كانوا يفسقون. أم قال لك هو الفسق سابق الظلم ولا الظلم سابق الفسق؟ أم قال لك ده لا يمكنه أن يظلم نفسه بمخالفة منهج إلا إذا فسق أولا، لما يفسق يبقى ظلم نفسه ولا لا؟
يبقى ظاهر، يبقى جاب اللقطتين ولا لا؟ جاب المسبب وجاب الايه وجاب السبب. يبقى اذا كل كلمة في القرآن جاء لايه؟ جاء لمعنى اساسي تؤديه، ولا تكرار الا لمجموع القصة في ذاتها. اما لقطات القصة هنا ولقطات القصة هناك فامر جاءت تأسيسا في كل ايه؟ في كل شيء. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. الرجز ده مش تعنت منه بل بسبب ايه؟ الظلم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هناك اسكنوا هذه القرية او ادخلوا هذه القرية. هنا سؤال اخر عن القرية التي كانت حاضرة البحر. يبقى مش القرية دي، لان القرية اللي دخلوها الاول اللي هي بيت المقدس مش على، ما كانتش على البحر، انما اللي كانت على البحر ايه؟ إيه لا او مدين او طبرية. المهم القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني حاضرة البحر يعني فلان حضر يعني ايه؟ كان بعيدا فاقترب. تبقى حاضرة البحر هي قريبة من الايه؟ قريبة من البحر ومشرفة عليه، زي المدن زي اسكندرية مثلا اسمها حاضرة الايه؟ حاضرة البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. كلمة واسألهم ديا من الذي يسأل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل مين؟ يسأل أهل الكتاب. طب ما تسألهم ما تقول لهمش على القصة بقى، يقول لهم ايه حكاية القرية وخلاص، انما يقول لهم هو القرية اللي كانت على البحر اذا عملوا كذا وعملوا كذا، يقول لهم هو القصة. طب يقول لك اسألهم. ام قال لي يعني اما عندكم في كتبكم مثل ما اقوله لكم ولا لا؟ اللي عندكم في كتبكم عنها زي ما انا بقوله ولا لا؟ وانتم تعلمون اني لم اجلس الى معلم ولم اقرأ في كتاب، وانما علمني من ارسلني. علمني من ايه؟ وإلا لو أنه بيسأل عن الجملة إيجازا عشان هم يفصلوا له، لا هو مش عايز يعلم، ده هو عايز يعلمهم أنه يعلم، وهم يعلمون أنه لا مصدر له كعلم البشر، لا جلس على معلم ولا أرى في إيه. ولذلك تجد ما كنات القرآن، ما كنات يعني ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، انما من اللي قال لك؟ انا اللي قلت لك، يبقى اقول لهم على دي. وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم اياتنا وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. طب ما لما كنت شوياهم وبتقول لهم على اللي حدث لهم واللي موجود عندهم في الكتب، يبقى من اعلمك؟ اعلمك الذي ارسلك. ولذلك يقال ان فيه سؤال خبر لاعلمك به، وخبر مش لاعلمك به، لأعلمك أني عالم به. أقول لك مثلا أزارك فلان بالأمس، بالله أزارك فلان بالأمس دي أنا بس، وده هو عارف هو إيه. أقول له زارك فلان بالأمس، ما جبتش بقى استفهام، أقول له زارك فلان. طيب أريد أن أعلمه؟ طب ده هو كان هو اللي زايره، أبقى أعلمه إيه؟ ده معنى تعلمه أن الخبر ما يكونش عنده أنت بتجيبوله، انما انت بتقولوا زارك فلان بالامس، انت كلت النهارده الشيء الفلاني؟ الله، كلت النهارده الشيء ده هو اللي كان، يبقى عارف ولا لا؟ يبقى انت لا تريد ان تعلمه، وانما تريد ان تشعره انك ايه؟ عالم بهذا. كذلك هنا اسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت، وقول له هو يقول القصة. طب ليه بيقول القصة؟ ام قال لك عشان يبين لهم انكم تعلمون اني امي، وتعلمون أني لم أجلس إلى معلم، وتعلمون أني لم أقرأ من كتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب الإيه؟ المبتلون. وإنما أعلمني الذي أرسلني ليه؟ علشان أقول لكم على الحاجات اللي أنتم ما تقدروش تنكروها في ذاتكم. يبقى بدي أخليكم تتيقنوا أنني رسول يعلمني ربي، عشان نقتصر المسألة وتؤمنوا بي. ومن غيره. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. كلمة واسألهم بتحللنا في إشكالات كتير. يعني مثلا في حديث الإسراء، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء، صلى بالأنبياء قبل ما يصعد السماء بصلاة إبراهيم اللي كان بيصليها إبراهيم.
نجد آية في القرآن تقول إيه؟ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. الأمر لمن؟ طيب ويسأل مين؟ الرسل. يسأل من أرسلنا من قبل. طب متى يسأله؟ متى يسأله؟ يبقى لابد أن توجد فرصة ليلتقوا فيسأل. لابد أن توجد فرصة ليلتقوا فيسأل. يبقى إذا لما يقولوا أنه التقى بالأنبياء وكلمهم ومش عارف إيه وصلى بهم يبقى ذا بتؤدي، وإلا كان يبقى ربنا أمره بأمر لا نفاذ لمدلوله. لو ما كانش حصل الدي يبقى يسألهم إمتى؟ يبقى لازم اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. ايه قصة القرية اللي حاضرة البحر دي؟ ساعة ما تقول حاضرة البحر يعني قريبة من البحر، على شط البحر، على كذا كذا، فافهم ان ما تتعرض له مما يكون للبحر فيه مدخل. وإلا شمعنا هنا حاضرة البحر؟ طب وجابها ليه كده؟ أم قال لك لأن المسألة متعلقة بالحيتان والسمك والصيد وتحريم الصيد، يبقى لازم تكون بلد ساحلية ولا مش ساحلية؟ يبقى قال حاضرة البحر علشان ايه؟ إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم. طبعا حيتان جمع ايه؟ زي ما يجمعوا النون وهو الحوت برضو على ايه؟ نينان، هو السمك يعني. طيب إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الله عمل لهم وقت حرم عليهم فيه العمل، ما يعملوش فيه اي حاجة، يؤكدوا منقطعين لمين؟ للعبادة. وهو يوم كان يوم ايه؟ السبت. يوم السبت. فمدام ينقطعوا عن العمل ما يزولوش اي حاجة، ولذلك دي رسوم باقية عندهم من هذا المنهج. اظن تذكرهم لما مين من العظماء مات، رئيس ولاية امريكا ده ولا هو ايه، وراحوا اليهود وكان يوم ايه؟ يوم سبت. أم كل الناس ركبت وهم ما ركبوش، مشوا لأنهم لا يركبوا مطايا ولا يعملوا أي، ما يعملوش أي حاجة أبدا. طيب فربنا سبحانه وتعالى لما عملوا أشياء مخالفة للمنهج سلب منهم وقت للعمل، وقال لهم أدب لكم زي ما كانوا يعملوا سيئاتهم. ربنا ألف بظلم من الذين هادوا إيه؟ حرمنا عليهم طيبات إيه؟ أحلت لهم. لأنه يقول لك اوعى تفتكر أن المنحرف عن منهج الله بياخد حاجة من وراء ربنا سرقة، لا ده هو حياخد حاجة من وراء ربنا سرقة، ربنا حيكعه وقدها 20 مرة. واحد يرتش، واحد يسرق، ربنا يفتح له بقى أبواب من الأمراض ومن العلل ومن المصائب، يعمل إيه؟ يضيع له الحكاية. فهم استحلوا شيئا قال لهم طب ما دام استحلته ده من وراء يبقى ده حرام عليك وإن كان حلالا على غيركم، مفهوم؟ فبظلم من الذين هادوا حرم. قال لهم انتوا مشغولين قوي بالدنيا وبالمادة ومش عارف إيه، قال في اليوم ده هحرم عليكم الإيه؟ العمل، يوم السبت. طب هم قاعدين على البحر والجماعة الساحليين دول كل شغلهم مع مين؟ مع السمك. طب يقوم ربنا بقى يبتليهم البلاء العظيم، يوم ايه؟ يجي يوم السبت المحرم عليهم العمل دي، والسمك يجي شارع شوكه كده وباين زي المركب حتى يطل عليهم من بيوتهم، شباع تطلع اللسان بقى. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. شرع يعني إيه؟ واضحة زي الشراع كده، زي الشراع ما تشوفه، وهم ممنوعين منه. يبقى السمك قدامهم وجاي مشرع كده وشايف ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي، زي البتاع السمك اللي يروح وانت في القارب ولا حاجة يروح نطط لك السمك ولا انتش عارف تصطاده. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم اللي ممنوعين فيه من إيه؟ من الصيد. شرعا يعني واضحة ظاهرة زي الشراع ما يبقى في الايه؟ في المركب. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، اليوم الحد اللي مباح في العمل والاثنين والثلاث والاربعة والخميس والجمعة ما فيش ولا سمكة تيجي، وفي اليوم اللي محرم عليهم فيه الصيد يجي لهم الايه؟ يجي لهم السمك. شوف بقى، شوف الفصل بقى اللي معمول. واسألهم عن القريات التي ايه؟
كانت حاضرة البحر قريبة إذ يعدون في السبت. يوم هو قال لك هو ربنا محرم علينا أننا نصطاد، طيب ما نحتال إحنا بقى. يوم يحتلوا يعملوا إيه؟ أول ناس عملوا الجوبية هم. تعرفين الجوبية؟ جوبية معمولة بشكل خاص السمك ينفد منها وما يعرفش إيه؟ ما يعرفش يطلع. يوم يقول لك طب السمك بيجي يوم السبت، ارمي الجوبية دي في البتاعة دي وخلي السمك يجي يوم السبت يدخل في الجوبية وبعدين يوم الحد نروح نطلعها. يبقى ده اعتداء ولا مش اعتداء؟ اعتداء. ولا يعملوا حوض كده ويخلي السمك برضو لهم الحوض له مدخل والمدخل ده يدخل ولا ايه ولا يطلع عشان يجي السمك شرع كده. طب انتوا هتعملوا على مين الحكاية دي؟ طب انتوا بتنكرهم هو ينكر لكم حيلة ايه يخلي السمكة تيجي عند البتاع كده ولا استأتيهم حيط. وعمل كده ليه؟ ابتلاء، علشان هم لما يعملوا اي حاجة هو يقول لهم ايه يزود لهم ايه يزود الامتحان. يبقى له يعمل له ملحد، اللي يعمل له ملحد يعمل له ملحد. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. يعدون يعني ايه؟ يعني يعتدون، يعتدون حكم الله اللي قال لهم ايه ما تصطادوش يوم الايه يوم السبت. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. احنا عملنا الحكاية دي ليه؟ ابتلاء لهم ليه؟ لانهم ايه فسقوا. فسقوا يعني ايه؟ خرجوا عن منهج الطاعة. منهج الطاعة يعني عملوا ايه؟ استحلوا اشياء حرمها الايه حرمها الله. يقوم ربنا يحرم عليهم اشياء احلها لمين؟ احلها لغيرهم. واذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون. ولعلهم يتقون. شوف كده، حينما تجد إن طائفة قالت كذا يبقى فيه ناس قال لهم ولا لا. وإذ قالت إيه أمة منهم يعني جماعة لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. يبقى الحته دي تدينا كم امه؟ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم. يبقوا كم امه دلوقتي؟ يبقوا لازم يكونوا ثلاثه. لازم قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم. يبقى فيه قوم واعظون وفيه قوم موعظون وفيه قوم مستنكرين وعظ الواعظين. يبقى كم قوم؟ ثلاثة. وقوم وعظوا وقوم وعظوا وقوم ايه لام الواعظين على وعظهم. يبقوا ثلاث ايه؟ كأن الجماعة دول بتقول ثلاث فرق. الذين قالوا بعظا لهم لما بتفعلوا لدي ليه ويفعلوا لدي يبقوا ملتزمين بمنهج مين؟ طب قالوا لهم ليه؟ لأنهم مخالفين منهج مين؟ طب واللي لاموا الواعظين في مع أيهم؟ لا مع الذين فعلوا ولا مع الذين وعظوا. يبقى كم قسمة بقى؟ قوم عدوا واعتدوا وظلموا معاملوا وقومين اثنين ما اعتدوش. القومين اللي ما اعتدوش دول يعني فريق اعتدى وفريق لم ايه خليهم فريقين، فريق اعتدى وفريق اللي ما اعتدوش انقسموا قسمين. قسم سكت لا شاركهم في العدوان ولا لامهم عليه، وقسم اخر عن ايه لا. امسك بقى شوف الآية. واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله. قالت امة منهم لما تعظون، يبقى القوم اللي ايه اللي لا اعتدوا ولا وعظوا، لا اعتدوا ولا ايه، وقالوا لمين؟ للي وعظوا. والقوم اللي هم بيلوموهم عليهم يبقى مين؟ اللي اعتدوا. واذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. الله، يبقى هم بمركز نظرهم كده ان الوعظ ما بينفعش ايه
ما ينفعش وياهم. فبيلوموا انتوا تعبين نفسكم يا دول ليه، زي ما ربنا يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. طب زعل نفسك ليه وانتوا تعبين نفسكم ليه؟ ده دول جماعه ربنا هي ايه هيجي يعذبهم. فماذا قال الواعظون؟ قالوا ايه؟ معذره. احنا بنقول الكلام ده ايه؟ معذره الى الله. معنى معذره الى الله؟ وقالوا عذرك فلان اذا كنت قد فعلت فعلا كان في ظاهره انه ذنب ثم بينت العذر في فعله. تقول له يا اخي انت لا تعطيني قاعد استناك في المسجد بقالي فرضين ثلاثه وانت كنت فين؟ زعل ولا مش زعل؟ عمل مخالف ولا مش عمل مخالف؟ يقول له والله السياره اتعطلت منها في الحته الفلانيه وما لقناش. يبقى ده ايه؟ عذر. يبقى معنى العذر ايه؟ هو ابداء سبب لامر خالف مراد الغير. ولذلك يقول لك اعذر من ايه؟ من انذر. انا انذرتك انك ان اهملت يا ولد هتسقط، يبقى انت مالكش كلام عندي لانني قدمت ايه؟ ويقول لك ليه ما وعظتوش؟ ليه ما قلتلوش؟ مش عارف ايه؟ مفهوم؟ طب ولذلك لك وجاء المعذرون من الاعراب. فيه معذر وفيه معذر. المعذر يجيب عذر كذب، انما المعذر يجيب عذر ايه؟ عذر صادق. فقال والله احنا بنعذهم، انتم بتقولوا ان ربنا مهلكهم ومعذبهم، انتم حكمتم بان العظة لا تنفعهم فيه، ولكننا لم نيأس. وعلى فرض اننا نيأس من فعلهم فيبقى امام ربنا قدمنا المعذرة فاننا عملنا على قدر ايه؟ على قدر ايه؟ طاقتنا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما. كلمة وعظ قلنا فيه فرق بين بلاغ الحكم والوعظ بالحكم. الوعظ أن تكرر لموعوظ ما يعلمه لكنه ما بيفعلوش. تيجي تقول الواحد يا شيخ صلي، يا شيخ مش عارف زكي، هو يعلم أن الصلاة إيه والزكاة مطلوبة ولا لا. يبقى الوعظ هو معناه إيه؟ تذكير الغافل عن حكم بالحكم مع أنه هو عارف الحكم، وإلحاح عليه في أن إيه. وذلك يقول لك الوعاظ، الوعاظ دول يقولوا للناس الأشياء اللي هم يعرفوها بس إيه، بس ما بيعملوهاش، مش جايين ينشئوا حكم جديد لا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. بعض العلماء قال إن القول دي لما تعظون قوما الله مهلكهم ليس من الفئة اللي هي لا فعلت ولا إيه ولا وعظت، وإنما هي من الفئة الموعوظة. يقول لهم مش أنت بتقول ربنا هيعذبهم، طب بتوعظونا ليه؟ نقول له لا، زيل الآية وعجزها ينافي هذا، لأنهم بيقولوا إيه؟ معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يبقى لعلهم يعني بيخبر عن الغير، لعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به، ذكروا به وعظا، أنجينا الذين ينهون عن السوء، اللي هي الفرقة هي بقى الواعظة. طب والفرقتين التانيين ايه اللي جرى؟ النجاة لمين هنا؟ للفرقة الواعظة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، أي عذاب شديد بما كانوا يفسقون. يقول يا أخويا طب من الفئة اللي ضاعت دي اللي لا فعلت ولا إيه؟ ده قولهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، يبقى ده برضو إيه؟ من الوعظ، لأنهم بيقولوا أنتم بتعملوا وهم ليه كده؟ ربنا مهلكهم ومعذبهم، ساعة ما يخوفون بأن ربنا مهلك أو معذب، أوعظ من طرف آخر ولا لا؟ يبقى وعظ من طرف آخر. فلما نسوا ما ذكروا به أنجي، وكلمة ما ذكروا به يدل على أنه وعظ أهو. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا اللي هم الموعوظون بعذاب ايه؟ بئيس، اي عذاب ايه؟ شديد، لان كلمه البه والهمزه والسين دي تدل على الايه؟ وانزلنا الحديد فيه ايه؟ بأس، يعني ايه؟ شده.
بئيس بما كانوا يفسقون. شوف هناك بما كانوا يفسقون وهنا برضو بما كانوا يفسقون وهناك بما كانوا يظلمون. يبقى مرة يقول بما بسبب ظلمهم ومرة يقول بسبب ايه بسبب فسقهم. يعني المسألة مش تعنت منه وإنما هم ايه هم السبب في هذا بفسق أو ظلم للنفس بعذاب بئيس بما كانوا ايه يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسرين. الله أخذهم بعذاب يدل على أنه هو ما أزهقش حياتهم. لأن ما هو العذاب؟ هو إيلام من يتألم. طب هو الموت يبقى عذاب؟ ده أنهى الإحساس بالألم. يبقى ما تسميش الموت إيه عذاب. ولذلك لما تقرأ القرآن في قصة إيه قصة الهدهد مع سليمان حينما قال ما لي لا أرى الهدهد وبعدين تنبه مكانه خالي يبقى كان من الإيه لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. يبقى أكن العذاب غير الموت غير القتل. العذاب غير الإيه غير القتل لأن القتل إزهاق ما يتعذب. خلاص يبقى منعنا إيه معذب. ولذلك يقول لك إيه الراجل مثلا عنده حبيب من مريض وبعد ذلك يسأل الله له العافية وراح يعوده قالوا له لقد عافاه الله عافية لا سقم بعدها. يبقى معناها عافاه عافية لا سقم بعدها يعني إيه يبقى يعني مات. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب يبقى لسه موجودين ولا لا ورده العذاب ما عملش فيهم إيه لم يجعلهم يرتدعون. فكانت النتيجة إيه فلما عتوا عما نهوا عنه عتوا أبوا وعصوا عن الأشياء اللي نهوا عنها وبعدين اللي نهوا عنها ونزلنا عليهم العذاب برضو إيه مستكبرين. يبقى عمل فيهم إيه قال كونوا كردة خاسئين. كونوا كردة خاسئين قال لك ليه أم قال لك لأن العتو ده كبرياء وإباء. يوم ربنا يجعله لأخس الحيوانات يقول له ما دام عملت كده كده يبقى قرد. يبقى إيه قرد مفتوح السوءة مهزأ الحركة. كونوا قردة خاسئين أكانوا قردة صحيح يعني انقلبوا. قال لك ايوه. طب حين تأمر إنسانا بفعل ألا تقدر قبل الأمر له بالفعل أنه صالح أن يفعل وألا يفعل؟ طب لما أقول كونوا قردة هذا أمر من الله لهم أن يكونوا إيه؟ وهل في مكنتهم أن يصنعوا أنفسهم قردة؟ أم قال لك ده اسمه أمر تسخيري أمر إيه؟ يعني أصبحوا إيه؟ أصبحوا مش الأمر من كنتم لا. ولذلك احنا تعرضنا لهذه عند قول الحق سبحانه وتعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون. الله ينهاهم ان يموتوا. طب هم في ايدهم انهم يموتوا ولا ما يموتوش؟ ام قال لك لا ده هو بيقول مش هاهم ان لا تموتوا الا وانتم ايه وانتم لا تعلمون متى يدرككم الموت فصاحبوا الاسلام مصاحبه بحيث اذا جاءكم الموت في اي وقت وجدكم مسلمين. كونوا قرده خاسئين. طيب افرض انهم بقوا قرده كده هي معموله لهم وللي شافوها ولا لا للي وعظوهم واللي كده يبقوا انتهوا منها ولا لا هي معقوله لنا خبر احنا نصدقه بتوثيق من قاله انما مش معموله لنا احنا دي خبر. انما هذا الخبر كان واقعا لمن شاهده ولا لا فهي جايه لمن شاهده حصلت احنا وصلت الينا خبر. ولذلك المعجزات التي حدثت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القران. القران وصلنا لحد دلوقتي وعاد 24 انما مثلا نبع الماء من بين اصابعه قد كده وقضى الجيش دي اشياء حدثت لمن للنبي مع صحابته لانهم كانوا في حاجه الى تثبيت يقينهم وايمانهم. فيبقى المعجزه جايه لمين للي شافها عشان تثبت ايمانه. انما هي بتنقل خبر
ان ذهنك اتسع له ايه اهلا وسهلا، ما اتسعش لها ما توقفش ايمانك يعني، لانها مش جايه لك انت. فكل معجزة كونية حدثت لرسول الله المراد بها من ايه؟ من شاهدها. مراد بها من ايه؟ انت وصلتك خبر، ان وثقت الخبر صدقه، من ما وثقتوش ما هيش مشكلة يعني، انك انت اقف عندها زي بعض. فكونوا قردة خاسئين، دي لمين؟ للذين عتوا عما نهوا ايه؟ عنه. اللي نهوا عنه اللي هم وعظوهم الغير، يبقوا اللي وعظ شاف الحكايه دي ولا ما شافهاش، وهم شافوا نفسهم ولا ما شافوهم، هم مقصودين. انت مش مقصود، انت الان مش مقصود الا على انه خبر من الصادق، فصدقوا انه خبر من الصادق. او تاولوا اللي بيقفوا في هذه المساله انهم قروض، يقول لك وهم هيبقوا قروض بقى، اكن ايه القروض اللي موجوده دي يعني هي من الكلام الفاضل اللي بايه اللي بيقولوه. نقول له هل الممسوخ يظل ممسوخا؟ الممسوخ قردة أو خنازير يظل فترة أن يراه من رآه ظالما أن يراه قردا، ثم بعد ذلك يموت وينتهي. نعم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة، يسمى أمر التسخير. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وإذ تأذن ربك، هناك آية تانية، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم. تأذن يعني إيه؟ تأذن ربه، أم قال لك المادة كلها الهمزة والذال والنون فيها أذن مش كده؟ أهي من المادة فيها أذان، اللي احنا الإعلام ده كلها برضو من إيه؟ من المادة اللي هي الألف والإيه؟ والذال والنون، كلها يراد بها الإعلام. ليه؟ أم قال لك لأن أصل الإعلام الأصيل وسيلته الأذن والسمع. حتى اللي هنعلمه بواسطة الكتابة مش بواسطة إننا نقول له ليسمع، لا هنكتب له ليقرأ، نقول له ما قرأ إلا بعد أن سمع، لأنه ما عرفش يقرأ إلا بعد ما نقول له دي اسمها إيه؟ ألف، ودي ب، ودي ت، اشتهجها بقى، كتب اشتهجها، يقول لك الله. يبقى إذا لم يقرأ إلا بعد أن إيه؟ بعد أن سمع. يبقى السمع هو الأصل في الإيه؟ في المعلومات. ولذلك يقرأ القرآن إذا السماء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا السماء انشقت وأزنت لربها وحقت. إيه أزنت لربها؟ أزن يعني سمعت لربها، بمجرد ما قال لها انشأ انشأت. يبقى أزن الإعلام الأصيل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.